لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. انا دلوقتي بدات اشير الشاشه، ان شاء الله تظهر عندكم دلوقتي. تمام ماشي يا باشمهندس عوض، ربنا يتقبل ان شاء الله. تمام طيب انا دلوقتي مشير الشاشه بتاع برنامج الريفت. طيب من المشاكل اللي ظهرت عند الناس ونبدا نشوفها مع بعض، ان هو بيجي يرسم الدكت ما بيقدرش يرسم معاه، يعني بيرسم الدكت اهوت. تمام يجي يرسم واحد تاني ما يرضاش يرسم معاه. ليه؟ لان الكوع مش متحمل في المشروع، الكوع مش متحمل في المشروع، بيبقى الفيتنج مش متحمل في المشروع. طب اعرف ازاي هو متحمل ولا مش متحمل؟ هاجي هنا اقف على الضغط دوت، الضغط ده او اي حاجه موجوده في هنا في المشروع بتلاقيها فاميلي. اللايتنج دي عباره عن فاميلي، كل حاجه ما هنا موجوده عباره عن فاميلي. فاميلي حاجه زي البلوكات في الاوتوكاد. تمام هدخل هنا اقول له اديت تايب، وادخل هنا اديت، واتاكد ان الكوع مربوط بفاميلي معينة اللي اسمها كوع، لأن هي غالبا هتلاقيها معمولة بنان. فاجي هنا وأقول له إيه اربطها لي بإلبو، وبرده هنا دي ريديوسر ترانزليشن، أقول له اربطه بواحدة من دول، عندي 30 وعندي 45، شوف الأحسن عندك في الريديوسر واشتغل عليه. ممكن تلاقيها بنان، طب أول ما الاقيها نان أختار واحدة من دول. طب لو لقيتهم مش متحملين خالص، لقيتك عندي مش متحملة، ممكن أفتح مشروع تاني وأخدهم كوبي بيست، أو إن أنا أحملهم من على النت. أدخل انسيرت واجي هنا اكتب له مثلا البو وادوس انتر، هيدخل على النت يروح محمل لي الحاجات دي من موقع اوتو ديسك. تمام فدي كانت اول مشكله واجهت بعض الناس، ان هو بيرسم الحاجه وبعد كده ما يقدرش يرسم معاك كعان او اتهات. نفس الكلام ده هتلاقيه برضو ممكن في الكيبل تري، يعني ترسم الكيبل تري يرسم معاك عادي، تيجي يمين او شمال ما يرضوش. ليه؟ لانها مش متحمله. اعمل ايه؟ اروح واقف على الكيبل تري وادخل ايد الطيب واشوف اني حاجه مربوطه بيها، ما دام كلهم مربوط بيها فاميلي يبقى كده شغال معاك، انما لو ما فيش فاميلي بيتحمل في المشروع هتلاقيها نان. تروح انت محمل فاميلي من اي مشروع تاني او من اي جهاز تاني او من موقع بتاع اوتو ديسك، وتلاقي تربط بقى كل كوع بالكوع بتاعه. تمام طيب لو في فاميلي هنا فيها اي مشاكل، يعني تعالى نقف مثلا على الدكت دوت، الدكت ده بتاع التكييف اللي هو بيمشي فيه مسارات الهواء. لو جيت كده بصيت بلاقي تي وتاب، التاب دوت هو ده الصح. التي دوت لو احنا شغالين في الميه، يعني هيحط لي شكل التي. انتوا عارفين في مصير الميه بنركب تي بين الماسوره الطويله والفرع اللي فيها، انما احنا في التكييف بنشتغل بالتاب. طيب انا عايز الغي التي دي عشان ما تعملش مشاكل. طيب ممكن اجي هنا في الفاميلي واجي على الضغطات او الضغط ريكتانجل، بلاقي دي ودي اللي انا مش عايزها الغيها. تمام اقول له ديليت، كده اضمن ان انا مش هتلخبط مثلا واروح اعمل تي بدل تاب. تمام ممكن التاب دي اكررها، اقول له دوبليكيت واعمل نوع تاني من الفاميلي ديت، يبقى سماها اي اسم تاني. وبرده الضغط سيستم، انا هنا عندي دكت سيستم، عندي اكسوست وريتيرن وسبلاي. طب لو انا عايز فريش اير ازود فريش اير، هدوس على السبلاي اير واقول له دوبليكيت واسميها فريش اير، فريش اير، واديها بدأ اخش بقى على الخصائص بتاعتها. كليك يمين طيب روبرتس وابدا اشوف الخصائص بتاعتها. لو انت عايز تديها لون معين، يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز اي حاجه ترسم فريش اير في اي حته في المشروع يبقى لونها مثلا اصفر. تمام او اي لون انت عايزه حسب الشركه متعوده، الشركه عندك متعوده على ايه. الماتيريال، هل هنا تبدا تدوس على الزرار دوت ويختار الماتيريال بتاع الضغط. تمام طيب تاني مشكله واجهت الناس، تاني مشكله واجهت الناس كانت ايه؟ ان ساعات الكوع بيترسم صغير بالذات في البايب. يعني باجي ارسم بايب، تمام
هنا مش مرسوم عشان المقاس بتاع الارتفاع بتاعه قليل. هقول له بايب، هقول له ارسمه لي مثلا على 2700 وابدا ارسم بايب. تمام، هاجي ابص هنا الاقي الكوع مقاسه معقول. في بعض الناس جاي يرسم لقى الكوع مساحته اصغر بكتير او اكبر بكتير. ده ناتج عن ايه؟ ناتج ان في ملف اسمه لوك اب تيبل، ده ناقص من على الاجهزه اللي عندنا. تمام، فانت ممكن تروح محمله من موقع اوتوديسك، او ان شاء الله هحطه على ملتقى الدارين. الملف دوت هتلاقي المسار تاخد الملف دوت، ملف صغير خالص، تاخد الملف دوت وتحطه في السي بروجرام داتا اوتوديسك ار في تي 2013 او 2014 او 2012 زي النسخه اللي عندك. هتلاقي حاجه اسمها لوك اب تيبل. لوك اب تيبل بلاقي فيها حاجتين، البايب دي المواسير، بلاقي دي جدول المواسير اللي عندي، بحيث مثلا لو انا شغال على جدول 40 يبقى مثلا الماسوره اللي هي مثلا الاتنين بوصه هيبقى الكوع بتاعها مقاسه قد ايه، الواحد بوصه هيبقى مقاسه قد ايه. دي جداول، تمام، ممكن تفتحها على ملف الاكسس او الاكسل. وبرضه هتلاقي الكونديت المقاسات بتاعته اهيت. تمام، يعني لو انت هتشتغل باي واحد من دول، دي انواع كتيره منها، كل نوع من دول بيبقى موجود فيه المقاس بتاع الكونديت والمقاس الفيتنج اللي اتحط معاه هتبقى اكبر او اصغر او قدها. تمام، فدي اول مشكلتين كانوا واجهوا الناس. المشاكل التانية اللي واجهت الناس، ان ساعات برسم حاجة ما بتظهرش معايا. تمام، يعني اجي ارسم دكت ما يظهرش معايا. طيب دي احنا قلنا حاجتين فيهم، ممكن في في هتلاقي الفي في بيظهر واقف الحاجات، عامله زي موضوع الليارات في الاوتوكاد. بس الليارات في الاوتوكاد كانت ممكن تتلخبط، ممكن تحط حاجه مش على اللير بتاعتها، هنا هي اوتوماتيك بتظبط، يعني مش محتاج وانا بحط الحاجه اقول له دي نوعها كذا، لا هو بعرف ان دي مثلا ان دي اير تيرمينال فبيروح حاططها اوتوماتيك، او ان دي مثلا كيبورد تري بيروح حاططها اوتوماتيك، او ان دي كونديت فبيحطها على اللير بتاعتها، ما فيهاش اي لخبطه خالص ان شاء الله. تمام، برضو داكت فيتنج، داكت بليس هولدر، داكت الالكتريكال ايكوبمنت، كل الحاجات دي بتتحط اوتوماتيك في مكانها، فان شاء الله ما فيهاش مشكله. هي المشكله مثلا ان انا اكون برسم حاجه واكون انا شايل علامه الصح من هنا فهي بتختفي، فاجي ارسم داكت، اجي ارسم داكت الاقيه مش ظاهر. ليه؟ لان انا عندي مشكله في الفي في، هو جاب لي رساله بيقول لي الحاجه اللي انت بترسمها مش ظاهره في السيلينج بلين. تمام، انت حاول تتاكد من الاعدادات الفيزيبيليتي بتاعتك على اساس حاجات تظهر معاك. فدي اول حاجه اللي هي الفي في، هفتحها واتاكد انها ظاهره، وفلتر اتاكد برضو ان مفيش فلاتر هنا تمنع ان الحاجات دي تظهر او ما تظهرش. تمام، اقول له ايه كانسل. الحاجه التانيه من خصائص الفيو نفسه، يعني ما كنتش واقف عامل سيلكت على اي حاجه خالص. من خصائص الفيو هدخل في حاجه اسمها فيو رينج. فيو رينج ده مستوى الرؤيه بتاعي، يعني بيقول لي الفيو دوت هشوف من فين لفين. هو الطبيعي ان انا بشوف من صفر لصفر الدور اللي فوقيه، ده الطبيعي. بس ممكن تكون انت عايز مثلا تنزل تشوف حاجه تحتيك، عايز مثلا تشتغل في مواسير صرف، عايز تشوف مواسير الصرف اللي تحتيك، عايز تنزل شويه عن الدور اللي فوق. الاعداد دي مهمه قوي، وممكن بتغييرات بسيطه تظبط لك اللوحه. تمام، دي برضو من ضمن المشاكل اللي ظهرت. في حاجه برضو عايزين نتكلم فيها، لو انا عايز اخفي حاجه، يعني لو انا شغال وعايز اخفي حاجه، ممكن اجي هنا بلاقي عندي هنا النضاره. النضاره دي بتعمل ايه؟ دي بتخفي بس مؤقتا. يعني ايه؟ هقول له هايد اليمنت، ايه اللي حصل؟ حصل حاجتين، العنصر ده اختفى وعمل لي برواز بلون خفيف شويه بيقول لي تمبورتي هايد ايزوليت، يعني دي حاجه مؤقته، حاجه مؤقته ممكن تخلص شغلانه معينه وترجع عنها. ممكن اجي هنا اقول له ايه؟ ريسيت ده كأن انا ما عملتش حاجه خالص، خلاص انا كده خلصت. يعني في مثلا مكنه مش مخليني اعرف ارسم الشغل اللي تحتيها، هخفي المكنه دي مؤقتا، واول ما اخلص شغل تحتيها اروح ايه اظهرها تاني. فهاجي اعمل سيلكت على ديت واقول له ايه هايد، عندي حاجه احنا جربنا هايد اليمنت، اخفي العنصر ده. طب لما اقول له هايد كاتيجوري هيخفي كل الكاتيجوري نفسها، يعني هيخفي كل اللونات وبرده ايه مؤقتا. طيب لو جيت هنا وقلت له ايه ريسيت، يبقى كده كأن انا ايه ما خفتش حاجه. اجي هنا واقول له ايه
ايزوليت ايليمنت. يعني ايه؟ يعني اخفي لي كل حاجه ما عدا العنصر دوت، هيخفي كل الشغل ما عدا العنصر ده. ممكن اكون معلم على كذا عنصر هشتغل فيهم، اعمل لهم ايزوليت، وبعد ما اخلص اظهرهم تاني. اجي هنا اقول له ايه؟ ريسيت. طيب ممكن اجي هنا واقول له ايه؟ ايزوليت كاتوجري، يعني اخفي لي كل حاجه ما عدا الكاتوجري اللي بتاعت اللمبه ديت، اللايتنج دي. اي لو انا مش عايز اقول له ريسيت. طب لو الحاجه دي انا عايزها فعلا هعمل ايه؟ اجي هنا مثلا واقول له ايه؟ هايد اليمنت، كده اخفاها. طب عايز الاخفاء ده يكمل معايا، هقول له ابلاي هايد ايزوليت، كده خلاص هشتغل والعنصر ده مخفي. طيب لو عايز اظهره، لو عايز اظهر العنصر ده تمام، هاجي في الزرار اللي جنبي اسمه ريفيل هيدن اليمنت، لما بدوس عليه بيدخل لي في بيئه مختلفه، لون مختلف حتى شويه، العناصر اللي انا خفيتها تبقى بلون مختلف شويه عشان انا اتعرف عليها. بدوس على لك كليك يمين واقول له ان هايد، ان هايد ان فيو اليمنت، خلاص العنصر ده خلاص ظهر معايا. طيب لما اخرج من الريفيل هيدن اليمنت خلاص تبدأ الحاجات تظهر معايا عادي. لا هو الموضوع يخص الكهروميكانيكال، الموضوع يخص الكهروميكانيكال بس. المحاضرة بتاعت النهاردة عذرا، الموضوع بتاع النهاردة جنرال، فإن شاء الله يفيد برضو مدني ويفيد الأرتكشر. يعني النهاردة بنتكلم على الملف نفسه ازاي بنتعامل معاه. المحاضرة الثالثة تم رفعها، المحاضرة الثانية الصوت مش ماشي مع الصورة، إن شاء الله نحاول نظبطها. أظن الصورة شغالة بإذن الله. تمام؟ طيب، كده إحنا شفنا أهم المشاكل اللي بتظهر وعرفنا إزاي نخفي ونظهر الحاجات. طيب، طيب من ضمن الحاجات اللي إحنا عايزين نتكلم فيها النهاردة وإحنا شغالين، ممكن أحتاج مثلا ليفل 2 ده أكرره. أكرره بمعنى إيه؟ أنا عايزه يبقى موجود معايا مرتين. في مثلا وليكن مثلا شغلت التكييف، عايز اظهر مره الضغطات لوحديها ومره اظهر البايب لوحديها. او قد اكون مثلا شغال معماري فعايز اظهر حاجات بتفاصيل وحاجات تانية مش بتفاصيل، فاجي هنا اقول له كليك يمين اقول له دوبليكيت، بيجي لي ثلاث اختيارات. احنا شفنا اول اختيارين وهنشوف النهارده اختيار التالت. الاختيار الاولاني قلنا ببساطه جدا ان هو هيكرر الملف بس من غير التفاصيل اللي هي ايه؟ كتابات. يعني هيكرره بس من غير الكتابات، من غير الابعاد، من غير التاج اللي احنا اتكلمنا عنه. هقول له دوبليكيت هيكرر الملف اهو، وتبدا تشتغل عليه عادي. دي اول حاجه. ثاني حاجه دوبليكيت ويز ديتيلنج، لو في اي تفاصيل هتكرر برضو معايا. ثالث حاجه دي اللي احنا عايزين نتكلم فيها النهارده اللي هي ايه؟ دوبليكيت از اديبندد. يعني ايه دوبليكيت از اديبندد؟ ممكن يكون انا عندي الملف عايز او الفيو دوت عايز اقسمه على اربع حتت، يعني هو كبير فعايز اطبع منه اربع حتت. هقول له دوبليكيت از اديبندد مره واثنين كده، انا عملت منه جزئين، هعمل منه جزء ثالث واروح مقسمهم جزء مثلا فوق يمين فوق شمال زي ما نشوف دلوقتي. تمام، هاجي هنا اروح قايل له مثلا الجزء دوت خلوه لي لحد هنا، ده اول جزء. طبعا ببقى مثلا مرسم خط او عارف انهي خط مثلا انهي اكس اللي هو في النص بالظبط، على اساس ما فيش حته مثلا تبقى ناقصه اثناء التقطيع. تمام، هاجي هنا برضو اروح مقسمها، دول كلهم انا مش هشتغل في الاجزاء دي، الاجزاء دي كلها مش هشتغل فيها، انا هشتغل في جزء ليفل 2. هاجي اقول له مثلا دول كلهم خليهم مثلا 1 ل 50، اوتوماتيك الاربعه اللي تحتيهم بيبداوا يظبطوا. تمام، يبقى انا ليفل 2 ده هعمل منه 2، واحده هتبقى 1 ل 100 كبيره، واحدة اللي هيبقى تحتيها الديبندد ديت هيبقى كلهم 1 ل 50، يعني الديبندد كلها مثلا 1 ل 50 والكبيرة مثلا 1 ل 100، أو أي حاجة أنت عايز تقسمها، أي تقسيمة أنت عايز تقسمها. هنا هبدأ أشتغل عادي وأبدأ أكتب الكتابات بتاعتي عادي، وكل حاجة وكل حاجة بعملها هتظهر معايا أوتوماتيك في الديبندد، مش محتاج إن أنا أظهرها أو أخفيها. تمام؟
دي حاجه كانت بخصوص ان انا اقسم الفيو بتاعي لاكثر من جزء. الحاجة اللي بعد كده هي ان احنا نشوف مثلا موضوع الشتات. ايه موضوع الشتات دوت؟ انا دلوقتي المفروض ان انا خلصت المشروع، عايز ابدأ احط الشغل بتاعي في الشتات، فبنزل تحت بلاقي حاجة، ده حاجة اسمها شيت. الشيت دوت ليه كذا اسم، يعني بيسموه شيت، بيسموه باندا، بيسموه خرطوشة، بيسموه لي اوت، يعني ليه كذا اسم. بعمل ايه؟ باجي هنا كليك يمين واقول له ايه، نيو شيت، وابدا اختار الشيت اللي انا عايز اشتغل عليه. لو مفيش بقول له لود، وابدا احمل الحاجه اللي انا عايزها. بتشوف الفاميلي بتاعتك موجوده فين على الجهاز عندك، تمام. الشيتات بيبقى في فولدر اسمه تايتل بلوك. تيجي تايتل بلوك بتلاقي الشيتات كلها موجوده، تبدأ تختار الشيت اللي انت عايزه. وليكن مثلا هطبع الاي زيرو، فاقول له ايه، اوين. شاشة الرسالة الصغيرة اللي جت ديت، ده بيعمل له ابديت، بيعمل ابديت للفاميلي اللي انا حملتها. تايتل بلوك ده عبارة عن فاميلي، اي حاجة في الريفت عبارة عن فاميلي، تمام. فاقول له ايه، اوكي، تمام. ده فاميلي اتحمل معايا، ممكن اعدل فيه زي ما انا عايز، يعني اقف هنا واقول له ايديت فاميلي، وابدأ اكتب الحاجات اللي انا عايزها. يعني تيجي هنا مثلا وتقدر تحط صور، وتقدر تكتب كتابات، يعني ممكن تحط مثلا اي كتابه انت عايزها. عندي تكست اهي، اكتب اللي انت عايزه. عايز تعدل اي حاجه ممكن تيجي هنا تعدل عليها زي ما انت عايز، وممكن تكتب بالعربي. العربي ما فيهوش اي مشاكل خالص في الريفت، تمام. ممكن تحط ليبل. ليبل دي عباره عن خاصيه معينه، يعني ممكن اقول له مثلا ايه، انا عايز احط ليبل، فبيقول لي انت عايز تحط ليبل ده معلومه ايه. ممكن تبدا بس تقول له انا عايز احط التشيك باي مين اللي عمل التشيك، ممكن احط الدروينج باي مين اللي رسم المشروع دوت، البروجكت نيم، البروجكت نمبر، كل الحاجات دي، كل الخواص دي ممكن تروح حاططها في قلب الباند عادي. ممكن تعدل زي ما انت عايز، يعني ممكن تيجي هنا تشيل اي حاجه انت عايزها تحطها، وتظبط الباندا زي ما انت عايز. عندي هنا الادوات اللي هي لاين، لو انت عايز تبدا ترسم خطوط، مستطيل، دوائر، زي ما انت عايز، اي شكل انت عايز ترسمه. طيب بعد ما خلصت تعديلات في الفاميلي، بقول له لود انت بروجكت، وبختار المشروع اللي انا شغال فيه، واقول له اوكي، وابدا ادخل على المشروع اللي انا شغال فيه. بيقول لي هو موجود قبل كده، بقول له ماشي، اعمل له اوفر رايت. طيب انا دلوقتي عايز احمل الفيو اللي انا عامله في قلب الشيت دوت، اعمل ايه؟ بكل بساطه هدخل على الفيوهات اللي عندي، واسحب اي فيو انا عايز احطه، واسحبه هنا على هنا على طول. يعني اقول له مثلا الفيو دوت حطه لي هنا، تمام. وتبدا بقى لو انت عايز تظبط اي حاجه فيه تظبطها، تمام. تعال ندخل على الفيو دوت وناخد فيه سيكشن. اي سيكشن، بدوس على علامه سيكشن، واجي هنا ادوس على اول نقطه وتاني نقطه للسيكشن، تمام. السكشن ده انا على فكره ممكن اجي هنا واقسمه نصين كده زي ما انا عايز، وممكن اقول له سبليت. سبليت يعني ايه؟ يعني اقسمه لي زي ما انت شايف، وهرجع بيه سنه صغيره، تمام. ممكن السكشن ده اول ما حطيته ما كتبلوش رقم، طب انا هكتب له رقم ولا مش هكتب له رقم؟ ده اللي عايزين نشوفه. هدوس كنترول تاب عشان ارجع للشتات واشوف السكشن بتاعي موجود فين. اشوف السكشن بتاعي موجود فين، بس ثواني. لو انا عايز اعرف السكشن ده موجود فين، اجي على السكشن، كليك يمين، جو تو فيو، واشوف هو اتحط في فين دلوقتي. سب كاتيجوري مش متعين، اقول له خلي ده ميكانيكال، خلي ده اتش فيك، تمام. الفلور بلان اهيت، سيلينج بلان، السكشن اهو ده السكشن اللي احنا عايزين نحطه فيه الشيت تمام اهو. عايز احط السكشن ده في قلب الشيت، هنزل هنا واخد السكشن دوت واحطه في قلب الشيت.
ايه الفايده بقى لما حطيته؟ فايده جميله جدا. هو اوتوماتيك، هو اوتوماتيك هيتغير هنا، هيلقط الرقم على طول. قال لي ايه؟ قال لي ده الفيو رقم 2 في الشيت اللي هو اسمه ايه 102، ده هيضمن لي ان انا مش هبعت سيكشن متشاور عليه غلط. يعني كان زمان مثلا انا حطيت هنا رقم معين وكتبت السيكشن برقم 1، وبعد كده حصل تعديلات قالوا لا ده السيكشن ده هيبقى رقم 5، فعدلت هنا ونسيت اعدله هنا. او بعد ما حطيته مثلا في الشيت رقم 102 لقيت ان انا في 102 دي هحط فيها مثلا دور الروف، فنقلته ل 103 ونسيت اعدله هنا. فهنا لا خلاص الموضوع بقى متظبط، مبقاش محتاج ان انا راجع على اللوحه ديت او ارجع على جزئيه الارقام، خلاص انا مركز على ان انا اطلع احسن تصميم. كل المواضيع اللي هي الاداريه ديت خلاص دي شالت من على دماغي. تمام. طيب لو انا حطيت الشيت دوت اهوت، بلاقي عندي الخط تحت مثلا ممكن يكون طويل شويه، اسحبه كده بحيث يكون صغير. تمام. ممكن اجي على، ممكن بعد كده اجي على الرمز دوت اجيبه مثلا في النص زي ما انا عايز. تمام. ممكن اغيره لو انا مثلا مش عايز يشاور على حاجه، دي كذا نوع بختار النوع اللي انا عايزه. تمام. ده مثلا نوع مش كاتب اي حاجه فيه، اي نوع. ممكن تكون انت محتاج تحط فيو ما تكتبش تحتيه حاجه خالص، فبتبدا تشوف الانواع اللي موجوده عندك وتختار النوع الانسب ليك. تمام. وابدا اظبط الفيوهات اللي عندي في قلب الشيت. تمام. طيب لو انا عايز برضو اظبطها بطريقه احسن، ممكن من قائمه فيو بلاقي حاجه اسمها جايد جريد. ايه جايد جريد ديت؟ هنا جايب لي رساله بيقول لي انت بقالك نص ساعه ما سيفتش، المفروض سيف، اقول له مثلا سيف. تمام. وادوس على جايد جريد. جايد جريد ديت بيعمل لي خطوط بتساعدني ان انا احط الفيوهات هنا. تمام. ودي بتساعدني اكتر لما يكون عندي كذا شيت، فعايز احط كل حاجه في نفس المكان على نفس المسافه، على بعد مثلا مربعين من فوق. فدي عندي حاجه اسمها جايد جريد، دي بتسهل لي الشغل. تمام. ممكن لو عايز اخفيها ادوس في في وانوتيشن، بلاقي حاجه اسمها جايد جريد لو انا عايز اخفيها. اوكي. بس الجايد جريد دي بتساعدني انها بتنظم لي الشغل بتاعي. تمام. طيب هاجي هنا ولا عندي حاجه اسمها شيت ليست. شيت ليست بيعمل لي ايه؟ بيعرض لي كل اسامي اللوح. انا هاجي هنا اقول له مثلا انا عايز اسامي اللوح، شيت نيم، شيت نمبر، ممكن درونج باي مين، الحاجات بقى اللي انا عايز اكتبها في المواصفات كده. عمل لي ليست في درونج. انا دلوقتي عندي شيت اسمه A101 A102، لو عملت شيت كمان اوتوماتيك هيجي هنا. طيب لو انا عايز اعمل خمس ست شيتات مره واحده، تمام، ممكن اقول له هنا نيو 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 نيو، فهو هيبدا يحطهم لي. تمام. دول لسه ما ظهروش عندي هنا، دول لسه ما ظهروش عندي هنا. طب هيظهروا امتى؟ لسه ما ظهروش عندي في الشتات هنا، يعني ظهر 101 102، عايزهم بقى يظهروا اعمل ايه؟ اقول له هنا، من هنا اقول له نيو شيت، واقول له انا عايز من اول ايه 101 لحد ايه 109. اوكي. هيبداوا يظهروا هنا بس فاضيين، وابدا انا اسحب الشغل عليهم. يعني هبدا اسحب مثلا اللوحه ديت، اي لوحه عايز تسحبها اسحبها واحطها، اللوحه اللي معموله ديبند ديت اسحبها واحطها هنا، اي لوحه عايز تسحبها تبدا تحطها. تمام. طيب لغاية دلوقتي في أي مشكلة؟ وعليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة رسم الضغط وازاي انقل الملف التمبليت ميكانيكال. تمام. طيب مشكلة رسم الضغط احنا لسه قايلين من شوية، غالبا بيبقى الفيتنج مش موجود، فببدأ انا اظبط الفيتنج بتاعتها. تمام. ازاي انقل الملف التمبليت ميكانيكال؟ احنا ممكن هنشوف دلوقتي ازاي نعمل ملف ميكانيكال ونربطه بريفت معماري. تمام. يعني ممكن يكون انا عندي ملف معماري، هو لو احنا كلنا هنشتغل نفس الحاجه،
يعني كلنا مثلا اتفقنا ان ملف واحد هنشتغل عليه كلنا، يبقى انا لازم هبدأ بتمبليت يكون فيه شغل المعماري والكهروميكانيكال والانشائي، كله هيخش ظبط في ملف التمبليت. تمام. طب اقدر انا المعماري شغال في تمبليت لوحده وانا تمبليت لوحده، يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هقول له انت خلص شغلك وانا هشتغل على ملف التمبليت بتاعي فاضي، واعمل بينهم لينك. ازاي اعمل لينك؟ ده اللي ان شاء الله هنشوفه المحاضرة النهارده باذن الله. بس هناخد بس حتة لذيذة اللي هي موضوع ان انا اعمل ليجند. ان انا اعمل ليجند، ايه حكاية الليجند ديت؟ الليجند دي بتبقى ورقة بترفق مع المشروع ومرفق مع اللوح، بتقول له والله لو لقيت الرمز دوت يبقى دي معناها مثلا لايتنج، لو لقيت الشكل ده يبقى ده وايرنج، لو لقيت الشكل اللي فوق دوت يبقى ده دكت. يعني بتدي له معلومات عن كل حاجة. تمام. طيب ازاي اعمله؟ هاجي هنا دي الفاميلي، خلاص خلصناه الشيت. الليجند اهيت، هاجي هنا كليك يمين واقول له نيو ليجند، اعمل لي ليجند وليكن مثلا هسميه اتش فيك، واقول له اوكي. بيقول لي اختار سكيل، ما انا اختار مثلا سكيل 21. تمام. طيب هنا انا عايز اكتب الحاجات بتاعتي، عايز احط المواصفات بتاعتي في الليجند اللي هو اسمه ايه، اتش فيك. طيب هاجي هنا من قائمه انوتيشن، من قائمه انوتيشن، وابدا احط الحاجات اللي انا عايز اكتبها. انوتيشن دي كتابات. تمام. والكتابات اللي هتتكتب هنا مش هتظهر في بقيه اللوح. هاجي هنا اقول له مثلا انا عايز احط كتابات تكست، واقول له مثلا لو لقيت اتش اي يبقى دي معناها كذا، ال ال دي مثلا معناها لو ليفل، لو ليفل. اي حاجه انت عايز تكتبها تقدر تكتبها هنا. لما تلاقي بوتوم اوف دكت يبقى دي معناها بوتوم اوف دكت، اوطى حته في الدكت. لما تلاقي مثلا كل الاختصارات، تمام، كل الاختصارات اللي انت عايزها، كل طبعا واحد شغال في سيستم ادرى بيه يبدا يكتب الاختصارات بتاعته. البلامنج يشوف الاختصارات بتاعته ايه، دبليو اس ووتر سبلاي، الكهرباء تبدا تعمل برضه الليجند بتاعتها، كتابات عاديه كانك شغال في الاوتوكاد عادي بدون اي مشاكل خالص. تمام. طيب لو انا عندي حاجه موجوده اصلا في الاوتوكاد، احنا كده عرفنا ان احنا ممكن نكتب على طول، وممكن ديتيل لاين لو انا عايز احط اي كتابات اهي، ممكن تحط، قصدي ترسم اي حاجه. يعني ممكن ارسم مثلا مربع مكعب اهوت. تمام. وممكن دي كلها من ديتيل لاين، ديتيل لاين، وابدا اختار الادوات اهيت، نفس الادوات اللي موجوده في الاوتوكاد عادي. بعد كده ممكن اقول له ريجن، ريجن دي يعني هبدا احط زي دايمنشن، اسف، هاتش، هاتش. اجي هنا واختار الهاتش اللي انا عايزه، ده كده الهاتش، حدود الهاتش بتاعتي، واقول له اديت طيب، واختار الهاتش اللي انا عايزه. ممكن اجي هنا اقول له ده وريني الهاتش، بيجيب لي انواع كتير من الهاتش. ممكن اختار مثلا الهاتش دوت، الهاتش ده زي ما انا عايز. اوكي اوكي اقول له موافق، خلاص ده هنا ده الهاتش اللي موجود. تمام. ممكن تقف عليه تعمل عليه سيلكت، تمام، وتقول له اديت طيب، وتختار هاتش تاني ولون تاني. يعني ممكن اقول له لا خلي الهاتش مثلا بلون ازرق مثلا. تمام. واقول له خليه مثلا سميك شويه، وخليه لي، يعني تبدا تظبط الهاتش بتاعك. اوكي اوكي تمام. ده بقى شكل الهاتش بتاعي. تمام. ده بالنسبه للهاتش. ممكن اعمل حاجه اسمها ماسك ريجن لو انا عايز اخفي جزء من الشغل، يعني هقول له مثلا الحته دي انا عايز اخفي منها الشغل اللي موجود فيها. تمام. اخترت مثلا كده. تمام. هتلاقي اخفى جزء من الهاتش، في جزء من الهاتش هو اخفاه. يعني انا لو عايز اخفي جزء من الهاتش هاجي هنا واختار ريجن، عايز اعمل هاتش اقول له فيلد ريجن. الله اكبر الله اكبر. هو صوت العش ان شاء الله، استراحة 10 دقايق وباذن الله نكمل. باذن الله احنا شغالين ان شاء الله في شرح برنامج ريفت ام اي بي. تمام. فالله المستعان. باذن الله هبدا اشير الشاشه تاني.
بسم الله. طيب احنا قلنا احنا ممكن نعمل اي حاجه احنا عايزينها عن طريق الانوتيت. يعني لو انا عايز اكتب اي حاجه ممكن اكتب تكست عايز زي ما انا عايز، اي كتابه انت عايزها، وممكن تحط رموز، ترسم الرموز اللي انت عايزها بالشكل دوت، وممكن تدخل ملف كاد، تدخل ملف كاد وتبدا تشغل عليه. طب انا فرض ان انا ما عنديش ملف كاد، هعمل له اكسبورت، هعمل اكسبورت للفيو دوت وادخله تاني، اعمل اكسبورت كاد دي دبليو جي. تمام. ده احنا عملنا اكسبورت المره اللي فاتت، بختار الملف اللي انا عايزه، ممكن اعمل كذا ملف. لو جيت هنا وقلت له فيو هجيب لي كل الفيوهات اللي انا عايزها، لو انا مش عايز غير الملف ده هقول له كارنت فيو. لو عايز اظبط الاعدادات هاجي هنا وابدا اظبط الاعدادات زي الليارات، كل حاجه على اللاير بتاعتها، كل حاجه على اللون بتاعها، كل حاجه على اللاير موديفاي ممكن ابدا اظبطها. تمام. جنرال بتاكد ان انا شغال على، اشوف اخر يعني ادم اوتوكاد عندي ايه في الشركه. يعني الواحد شغال على 2006 هضطر ان انا اخليه اوتوكاد 2004 عشان يفتح معايا. تمام. طيب هقول له مثلا خلينا شغال على 2007 مثلا، اوكي، هقول له نيكست وابدا اخلي الملف دوت اصدره. ممكن اصدره مثلا على الديسكتوب دلوقتي، اقول له ايه اوكي. تمام. طيب لو انا عندي ملف كاد فيه الستاندرد ديتيلز او فيه الليجند بتاعي وعايز ادخله هنا، احنا على فكره رفعنا ستاندرد ديتيلز 3 جيجا. تمام. ان شاء الله هتلاقيهم على منطقه الدارين او على ماوس البيم، هتلاقي فيه رفعنا 3 جيجا ستاندرد ديتيلز لوح اوتوكاد، وفي اربع لوح هيبقى فيهم اغلب الستاندرد ديتيلز متجمعين. تمام. الالكتريكال لوحده، والبلامنج لوحده، والشباك لوحده، والفار لوحده، دول ان شاء الله نرفعهم قريب بس نظبطهم. وفي رفعنا اظن 9 جيجا فاميلي، فان شاء الله ال 9 جيجا فاميلي دول مش هحتاج فاميلي تاني طول ما انت عايش. تمام. طيب لو انا عايز ادخل ملف كاد في قلب ليجند، هاجي هنا مثلا اقول له انا عايز نيو ليجند واسميه اسم واقول له اوكي. هاجي من قائمه انسرت بلاقي عندي لينك كاد وامبورت كاد. ايه الفرق بينهم؟ لينك كاد هيدخل لي ملف كاد في قلب الريفت يظهر معايا هنا بس لسه مرتبط بيه، يعني لو الملف اتغير هناك هيتغير هنا، عامل زي موضوع الاكسريف في الاوتوكاد. الله ينور عليك. لو انا قلت له امبورت كاد فهو بياخده كده كوبي ويحطه عندي. تمام. لو الملف الاصلي اتلغى ملوش دعوه. عامله زي ايه ببساطه؟ طبعا كلنا عندنا حسابات فيسبوك. تمام. اللينك كاد ده عامل زي لما تفتح صفحتك هتلاقي حاجه اسمها صور اصحابك، دي لينك كاد. اول ما صاحبك بيغير صورته تتغير عندك اوتوماتيك. انما امبورت كاد دي الصور اللي انت صورتها ورفعتها وحطيتها، مهما حصل مش هتتغير. مش هتيجي مره تلاقي كنت انت مصور جنب ابو الهول تلاقي نفسك مصور جنب الهرم الاكبر، لا هي خلاص اتحطت فمش هتتغير تاني. فانا بالنسبه للستاندرد ديتيلز او للليجند بفضل امبورت كاد. تمام. لان امبورت كاد بيتيح لي خاصيه ان انا افجره واشتغل عليه واعدل فيه، انما لينك كاد لا، لينك كاد هي مجرد ان انت واخد وصله فما ينفعش انت تعدل فيها، ينفع تفتح ملف الكاد وتعدل فيه. فانا هنا هقول له امبورت كاد واختار الملف اللي احنا لسه عاملينه من شويه، ونبدا نبص على الاختيارات ديت هنا. دي اهم حاجه، بس دي مهمه قوي لما اكون شغال على الفيو، مش مهمه في الستاندرد تيلز قوي. عندي حاجه اسمها سنتر تو سنتر، بيظبط السنتر بتاع الاوتوكاد مع السنتر بتاع الريفت. تمام. ودي مش مستحبه لان نوت السنتر ممكن تتغير من ملف لملف. اورجنت اورجنت ده الزيرو زيرو في الاوتوكاد هيظبطه مع 0 0 في الريفت، وده المفضل بالنسبه لنا. تمام. ده حاجه اسمها اورجنت اورجن. تمام. الباقي بيبقى مانوال اورجن مثلا. يعني ايه؟ يعني بيجيب لي نوت اورجن في الاوتوكاد وانا احطها بايديا في اللوحه. تمام. طب تعال نجرب اورجنت اورجن ونجرب مانوال اورجن. اورجنت اورجن. تمام. طيب بقيه الاختيارات هنا، الكالر بيقول لي انت عايز تعكس اللون انفيرت ولا عايز تبقى نفس الالوان ولا بلاك اند وايت. طب ليه انا ممكن اعكس الالوان؟ لان الخلفيه بتاعت الاوتوكاد سودا والخلفيه بتاعت الريفت بيضة، وان كان ينفع اغيرهم في الاثنين. يعني ينفع افتح الاوتوكاد واخلي خلفيته بيضة، وينفع افتح الريفت واخلي خلفيته سودا، ما فيش اي مشكله خالص ان اغير خلفيه، بس الناس اتعودت على كده ان الاوتوكاد خلفيته سودا والريفت خلفيته بيضة. تمام. وينفع تبدل بينهم. هي الاسود كان احسن في الشاشات اللي هي العريضه، انما في الشاشات الرفيعه الاثنين سيان، والابيض طبعا بيريح العين احسن. تمام. اللير والليفل،
بلاقي عندي اول، يبقى كده كل الليارات اللي موجوده في ملف الكاد دوت هتيجي معايا على طول. كل الليارات اللي موجوده في ملف الكاد هتظهر معايا. طب الفيزابل هتظهر معايا الليارات اللي معمول لها لير اون بس، يعني ملف الكاد ده ممكن تكون فيه ليارات انت عامل لها لير اوف، خلاص مش تظهر معايا، هيظهر معايا اللي معمول لها لير اون بس، يبقى دي فيزابل. طب اللي بعديها سبيستفي، سبيستفي بيجيب لي قايمه وانا اختار الليارات اعيد اوظف فيها. تمام، هنا هيجيب لي قايمه فيها الليارات. طب خلاص نجرب ديت، لان خلاص الاول مفهومه كل الليارات تظهر، الفيزابل مفهومه. طب نجرب السبيستفي. امبورت يونت، انت شغال بأنهي واحده؟ لوحه الاوتوكاد دي معموله بالمليمتر ولا بالسنتي ولا بالمتر زي ما انت عايز، شوف انت شغال بأنهي واحده وخليها تدخل عادي. تمام، كوركت لاينز ذات ار، يعني هو بيظبط تظبيطه بسيطه كده ما فيهاش اي مشكله خالص. تمام، قول له اوبن. جاب لي اختار الليارات اللي انت عايز تظهر، لو في لير مش عايزه يظهر شيل علامه صح من هنا وخلاص، هينزل معاك اللوحه كلها بدون الصفحه دي. طب خلاص ادي دي ظهرت معايا. خلي بالك اللوحه دي اصلا كانت فاضيه، اللوحه دي كانت فاضيه، دي اللوحه اللي كان فيها الشغل، انما الليجند دي كانت فاضيه، دي اللي ظهر قدامي ده لوحه الاوتوكاد اللي احنا لسه مدخلينها دلوقتي. طيب هي معمول لها حاجه دلوقتي، معمول لها ايه؟ معمول لها بن. يعني ايه بن؟ يعني ما ينفعش ان انا احركها، اجي احركها ما يقدرش. طب اعمل ايه عشان احركها؟ هدوس ام بن كده، يبقى من حق ان انا احركها. وبن دي كويسه، يعني لو انا شغال في الشغل وفي جزء عايزه يثبت معايا ما اتحركش هقول له بن، يعني مثلا في ضغط انا واثق ان ده سليم وعايز اغير في اللي حواليه هقول له بن وابدا احرك اللي حواليه على اساس ما اغيروش من غير ما اخد بالي. طيب ايه اللي بعد كده؟ باجي ابص كده بلاقي شويه اختيارات، ديليت لير، ممكن لو انت عايز تدفي لير معينه هقول له مثلا ادفي لي الليرات ديت واختار الليرات اللي انا عايز اخليها ديليت. كويري، هقف على على ملف كده عشان يبدا يظهر معايا، هقول له كويري. كويري ده هيعمل لي ايه؟ هيقول لي اختار اي لير انت عايزها. طب اخترت اللاير دي ايه اللي هيحصل؟ هجيب لي معلومات عنها، بيقول لي انت اخترت اللاين اللي انت اخترته ده لاين محطوط على اللاير اسمها ايه، شرطه دي اي تي ال شرطه ال ال اي ان، الستايل باي، البلوك نيم لو في بلوك، لو هي بلوكه هيديني اختيارات، فده بيديني شويه معلومات. طب لو عايز اخفي الحته ديت، لو عايز اخفي اللاير دوت هقول له هايد ان فيو، خلاص اللاير دي اختفت. تمام، هدوس كنترول زد عشان يتراجع. طيب يعني احنا كده شفنا اول ما بنقف على ملف اوتوكاد يكون داخل انسيرت مش لينك بيجيب لي الاختيارات ديت، بيقول لي ديليت لير ولا كويري ولا اكسبلود. عندك اكسبلود دي فيها اختيارين، بارشال اكسبلود وفول اكسبلود. الاختيار الاولاني بيفجره تفجير جزئي، يعني لو في مثلا مستطيل مش هيفجره كله، هيبقى افضل مستطيل. فول اكسبلود بيروح يفجره كله. عذرا، هو فول اكسبلود هيبدا يفجره لي. دلوقتي بقى دي عناصر، بقت عناصر ريفت، ابدا اعدل فيها زي ما انا عايز، ما بقاش ملف اوتوكاد، لا بقى ملف ريفت. اقدر اجي هنا وابدا اغير واختار اي خسارات انت عايزها، تبدا تغير ال ال دي مثلا بدل ما لو ليفل تسميها اي اسم تاني، ممكن تسميها ال او ال، اي حاجه انت خلاص بقى ليك ان انت تعدل زي ما انت عايز. تمام، تقدر تعدل في الاشكال دي زي ما انت عايز برضو. تمام، خلي بالك انا لما شديت كده في الاوتوكاد كان الخط ده بيتحرك لوحده، انما دلوقتي هما مرتبطين ريفيت. فبص اول ما بحرك بيتعمل لهم زي ستريتش. تمام، دي شويه حاجات بسيطه ازاي اتعامل مع ملف الاوتوكاد. تمام، طيب تعال نجرب اختيار تاني من قائمه انسيرت، هقول له امبورت كاد. تمام، اخترت الملف ده اللي احنا لسه عاملينه اللي هو ملف الليجند، هاجي هنا اقول له ايه مانوال اوريجن. يعني ايه؟ يعني هات لي نقطة الاوريجن اللي موجودة في ملف الاوتوكاد وانا مانوال هحطها في المكان اللي انا عايزه، واقول له ايه؟ اوكي، هجيب له كمان بالليارات اللي انا لسه بختارها، اقول له اوكي وابدا احطها في المكان اللي انا عايزه. دي نقطة 00 اللي انا بحرك الماوس عندها واحطها في اي مكان انا عايزه، خلاص تنزل معايا اللوحة. تمام؟ طيب خليني نتخيل تخيل تاني ان انا عايز اعمل حاجة تانية غير الليجند دوت، هعمل ليجند جديد. اوكي، دي لوحه فاضيه، احنا شفنا ازاي نرسم حاجه مانوال، ازاي ادخل ملف اوتوكاد. الحاجه الثالثه بقى من قائمه انوتيشن بلاقي حاجه اسمها كومبوننت، هختار منها ليجند كومبوننت. يعني ايه ليجند كومبوننت؟ يعني هبدا اشوف دي بيعرض لي كل الفاميلي اللي موجوده في المشروع،
يعني مثلا خلينا نختار مثلا ميكانيكال اكويبمنت، ايه كل الحاجات دي حاجات موجوده في المشروع. اخترت مثلا المكنه دي ووتر هيتر مثلا، تمام. فبيقول انت عايز تشوف شكلها في الفلور بلين ولا شكلها في الفرونت ولا شكلها في الباك. ممكن اقول له غير شكلها في الفلور، تمام. تعالى نختار مكنه تانية، ليكم مثلا ديت، تمام. ده شكلها في الفلور بلين، وشكلها في الاليفيشن هو الشكل دوت. تبدأ تحط الفاميلي، ومجرد بس تكتب تكست جنبيها كل حاجة بتاعت ايه، تمام. ده هيبقى عمل لك كده ليجند. واول ما انت تعدل، اول ما انت تعدل في شكلها في البلان نفسه، هتعدل معايا هنا. يعني انا دخلت جوه الفاميلي وعدلت فيها، هي اوتوماتيك هتعدل. يعني لو انا دخلت في الفاميلي دي ودخلت عملت لها اديت فاميلي وعدلت في شكلها، هاجي هنا في اللوحه دي الاقيها اتعدلت اوتوماتيك، مش مضطر ان انا اجي اعدلها هنا كمان، تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، باشمهندس سامح. طيب نكمل ان شاء الله مع بعض، تمام. يبقى احنا كده شفنا ان احنا ممكن نعمل الليجند بثلاث طرق. اول طريقه ان انا اكتب اوتوماتيك عادي، ثاني طريقه ان انا ادخل ملف اوتوكاد يكون فيه الليجند كامله، ثالث طريقة إن أنا أعمل موضوع من قائمة أنوتيت أقول له كومبوننت ليجند كومبوننت، وأبدأ أحط الحاجات اللي أنا عايزها، تمام. وممكن طريقة رابعة إن أنا أقول له ديتيل كومبوننت. إيه ديتيل كومبوننت؟ ده بيفتح لي إن أنا أنزل فاميلي يكون فيها ديتيل كومبوننت. يعني تعالى ندخل مثلا على الإي، هقول له ريفيت، هقول له فاميلي، وأختار ديتيل كومبوننت، ديتيل أيتم. بلاقي كل دي عباره عن فاميلي فيها شويه تفاصيل. تبدا تختار اللي انت عايزه تحطه، يعني ده التفاصيل اهيت، دي عباره عن زي ستاندرد ديتيلز. تبدا تختار اللي انت عايزه وتدخله في قلب البرنامج عادي، تمام. وده فاميلي تقدر تعدل فيها ببساطه، فاميلي 2 دي، تمام. يعني ممكن مثلا تفصيله زي دي مثلا اهي، اوكي، روح حاططها. ولو انت عايز ترسم عليها وتزود عليها حاجه، هتزود معاك بدون اي مشاكل خالص، تمام. دي تفصيله، دي الطريقه الرابعه ان انا اعمل ليجند. طيب خلونا نشوف ازاي اتعامل مع ملف كاد في قلب السيلينج بلين. يعني هذا هو مثلا، او في قلب اي فيو من الفيوات اللي عندي. يعني هذا هو فيو مثلا كنت اشتغلت فيه شويه شغل كهرباء بسيط خالص. طيب انا عايز اعمل لده ملف اكسبورت وافتحه مثلا في اي فيو تاني. يعني هاجي هنا اقول له مثلا ده انا عايز اعمل له اكسبورت كاد. خلاص احنا عملناها كذا مره فالموضوع بقى بسيط. خلينا نبص كده في اكسبورت، بلاقي كاد دي اكس اف دي جي ان. دي جي ان ده بتاع المايكرو ستيشن، بتلاقي عندي دي دبليو اف لو انت عايز تعمل ملف دي دبليو اف. بيلدنج سايت ده امتده اي دي اس كي، ده ملف مشترك بين برامج اوتو ديسك. الجي بي اكس ام ال ده ملف عباره عن ورقه كده عامله زي صفحه الانترنت، فيها معلومات انت ممكن لما تقراها ما تقدرش تستوعبها، بس البرامج بتستوعبها، زي برنامج الهاب، زي برنامج الساب، برامج اي برامج من برامج التحليل بتقدر تفهمها. اي اف سي دي البرامج اللي هي اللي شغاله في مجال الصناعه. هنا ممكن تخرج ملف داتابيسز، هنا ممكن نخرج ايمج، عندي حاجه اسمها ايمج وعندي حاجه اسمها الورك ثرو. الورك ثرو دي حاجة طريفة، نحاول إن شاء الله لو في وقت في المحاضرات نبقى نقولها بإذن الله. ده ريبورت تقرير، تمام، هبقى برضه نشوفه. ده أوبشن لو أنت عايز تعدل في الاختيارات بتاعة اكسبورت. طيب هنيجي هنا في الكاد، هقول له دي دبليو جي، عايز أخرج الملف دوت، تمام. كأن أنا جاي لي من بره ملف كاد. يعني أنا دلوقتي هبدأ أشتغل ولقيت ملف كاد جاي لي، هبدأ أفهمه إزاي؟ يعني أنا عايز أفهمه دلوقتي، هقول له اعمل له اوكي. خلاص كده انا صدرت الملف دوت المشروع بره. كأن انا دلوقتي عندي ملف معماري، واحد بيقول لي ابدأ ارسم شغل الكهرباء عليه او التكييف عليه، تمام. اول حاجة هلغي الشغل دوت، اعمل سيلكت على حاجات كتيرة واقول له فلتر، واقول له انا عايز اعمل سيلكت على اللايت فيكتشر والواير، اوكي. كده هو عمل سيلكت على الاثنين دول بس، تمام. هقول له ديليت. طيب انا عايز ادخل ملف الكاد هنا عشان ابدا اتعامل معاه، كأن انا شغال على ملف معماري وجاي لي شغل كاد وبيقول لي ابدا اشتغل عليه.
هاجي هنا قائمة انسيرت، هقول له لينك كيت، اللينك كيت، وابدا اختار ملف اللينك كاب بتاعي. انا قلنا احسن حاجه نختارها اورجنت اورجن. هنا كرنت فيو اونلي، يعني المعمار الشغل دوت ما تظهروش غير في البيو ده بس، وده طبعا المفضل على اساس ما يظهرش عند، يعني مثلا انا دلوقتي اشتغل كهرباء، ما ظهرش عند البلامنج، ولا ظهر عند التكييف، ولا ظهر عند الفاير، عشان ما يعدوش يدعوا عليا ويقولوا ايه اللي شغاله معانا والحاجات دي كلها. هقول له ايه، قول مليمتر، ماشي مفيش مشكله. الالوان شوف انت عايز تعكسها ولا مش عايز تعكسها، تمام. واقول له ايه، اوبن، بسم الله ما شاء الله، اي ظهرت معايا اهي، مفيش اي مشاكل خالص كده، كأن انت بتشف، كأن الشغل ظهر معاك، تمام. طيب ايه الحاجه اللي انت عايز نبدا نستوعبها مع بعض؟ اولا لو عايز ابدا ارسم مفيش اي مشكله خالص، هاجي يعني نبدا نشوف بس موضوع الرسم ونبدا نحل المشاكل برضه مع بعض. هاجي هنا اقول له لايتنج، انا عرفت ان هو عايزني احطها هنا في المكان ده بالظبط، فاقول له بليس اون فيس، وابدا اروح حاططها، تمام. هو وممكن ملف الكاد مرخم على السيلينج شويه، تمام. طيب هجرب تاني، اقول له لايتنج، واقول له بليس اون فيس، طيب انا عايز اخلي ملف الكات او سينج، ماشي عايز اجي على السيلينج، تمام. دلوقتي انا عايز اخلي ملف الكات، اعمل سيلكت كده على الكات، اعمل سيلكت اقول له فلتر، اقول له انا عايز شيك نان، انا عايز بس ملف الكات دوت، اوكي كده انا عامل سيلكت على الكات بس. هاجي هنا ممكن لو انا عايز اخليه امبن ادوس هنا، بس انا عايزه بن فعلا، هقول له سند تو باك. يعني ايه سند تو باك؟ يعني خليه ورا خالص، خليه ورا الشغل كله، تمام. ملف الكاد خلاص خليته انا ايه، سند تو باك، تمام. طيب هبدا اشتغل بقى تاني كده لايتنج، تمام. واقول له فيرتيكال، دي لو انا عايزه على الحيطه، انا عايزه هنا على السيلينج، تمام. طيب هبدأ اشوف، طيب في بي، لو انا عايز اطفي الاوتوكاد هاجي هنا واشيل، احنا كنا حاطين لوحة تانية هنا، اشيل اللوحتين بتوع الكاد، اوكي. شوف بس هل هي العيب من لوحة الاوتوكاد ولا في عيب في السيلينج نفسه. هاجي هنا اقول لايتنج فيكتشر، هي بتتحط معايا عادي بدون اي مشاكل خالص. طيب لو انا عايز اظهر الكات تاني، هاجي هنا امبورت كاتيجوري، وابدا اشوف انهي الحاجه اللي انا عايز اشغلها، وليكن مثلا سيلينج، تمام. واقول له اوكي كده انا ات السيلينج تاني، تمام، ات الاوتوكاد تاني، اقول له لايتنج فيكتشر بليس اون فيس، تمام. تراي سيلكت هوست، طيب لو هو شاف هوست تاني، طيب هاجي هنا تاني فلتر شيك نان، واقول له انا عايز ملف الكات ده بس كده، تمام. واقول له ايه، سند تو باك، ابعته لي ورا، ابعته لي ورا، تمام. الدرو لاير، هل هو يبقى باك جراوند ولا فور جراوند؟ خلي باك جراوند، تمام. هو ممكن عشان موضوع السيلينج ده هو اللي ظهر قدامي، عشان انا فتحت السيلينج. طيب السيلينج اهوت، السيلينج على ارتفاع 2000. طيب اجي هنا فلتر تشيك نون الدارين، اوكي. طيب مليمتر سكيل فاكتور، هو ممكن نعمل حاجة، ممكن نعمل حاجة مادام هو معلق معايا، اخفي الخطوط بتاعت السيلينج، يعني هو لو رخم معايا هخفي خطوط السيلينج، هقول فلتر
واقول له اخفي لي جريد اوكي تمام، واقول له انا عايز كويري ده، لو انا عايز انا عايز اخفي الخطوط ديت، هي الخطوط في بعض اتش اتش. طيب هاجي على الخط دوت، هاجي هنا تمام، انا كده عرفت الاماكن بتاعتها فين، عرفت الاماكن بتاعتها، ممكن ادوس اخفيها خالص واحطها في الاماكن اللي انا عرفت هي فين. تمام هاجي هنا اقول له كويري، ممكن ادوس في في، ممكن ادوس في في، او اقول له امبورت كاتيجوري دي اللي رب بتاعه الكاد، هقول له انا عايز اللير بتاعه السيلينج، فين اللير بتاعه السيلينج، اقول له مثلا اخفي لي الوول باترن، اخفي لي الكهرباء انا عايزها السيلينج ايه، اخفي لي الريم بتاع السيلينج تمام اوكي كده السيلينج اختفى. هقول له بقى انا عايز احط لايتنج فيكتشر، تبدأ تحط اللايتنج فيكتشر زي ما انت عايز تمام. خلاص كده عرفت اماكنهم وعرفت التوصيله بتاعتهم منين، عرفت ان انت مثلا هنا هتوصل بأي طريقه، يعني انا عرفت دلوقتي دي ان دي هتوصل مثلا بالطريقه ديت، بنامه دي هتوصلها بخطوط مستقيمه، فانت شايف الشغل الاوتوكاد اللي هو كان معمول وتبدأ تعمل زيه. برضو ما لو في كاد هتعرف، لو في تكييف كاد هتعرف برضو المسار اللي هو ماشي فيه، هتعرف الحاجات اللي انت شغالة فيها، هتعرف طريقة التوصيل ازاي، هتعرف الفكر اللي هو ماشي عليه وتبدأ تشتغل بيه. لو في لير مرخمة يعني الفكرة بس ايه، في خطوط السيلينج كلها فوق بعض تمام، فهتدوس في في واقول له امبورت كاتيجوري، وهدخل هنا في الاوتوكاد اللي هي امبورت كاتيجوري، واشوف ايه الليرات اللي انا عايز اخفيها واخفيها، اقول له اطفي لي مثلا السيلينج، هتطفي لي كذا، واقول له اوكي تمام. طيب لو انا عايز ابين الحيطان بتاعتي، يعني هنا الحيطان بتاعتي مش باينه فعايز اخليها تبان معايا، ممكن اجي هنا في في، يا اما الون الحيطان بتاعت الريفت، يا اما الون الحيطان بتاعت الكات. هاجي هنا بكل بساطه ممكن اجي هنا على الول، الول هنا مش ظاهر عشان المعماري مش ظاهر، هاجي اعلم علامه صح كده على الاركتكشر عشان الول يظهر معايا، ادي الول وابدا اديله لون معين، اقول له مثلا وليكن مثلا خلي الحيطان مثلا باللون دوت اوكي، وخلي الوول ديت برضه نفس اللون اوكي، هنا بروجكشن وهنا قط، هنا لما اكون قاطع في الحيطه، وهنا لما اكون انا اعلى من الحيطه ببص من فوق الحيطه، المفروض الحيطه تظهر معايا بدون قطع، هنا لما اكون انا قاطع في الحيطه يعني خط القطع بتاعي قاطع في قلب الحيطه تمام، فاقول له اوكي تمام. واجي هنا لو خفينا اللي رحت الاوتوكاد تمام، هتلاقي خطوط المعمار هي اللي ظاهره. طيب ممكن اجي هنا واقول له زر لي دوت، بس خلي لي الحيطه هنا اديها لون تاني، يعني اقول له اللاير ايه وول خليها مثلا باللون الاخضر تمام، وهنا برضو الول باترن مثلا اديها لون ازرق اوكي اوكي ابلاي، خلاص هتبدأ بقى تظهر معايا تمام. السقف مش ظاهر، السقف مش ظاهر عندك باشمهندس شريف، ممكن تعمل ايه؟ اول حاجة اتأكد ان انت ظاهر شغال في السيلينج، شغال في السيلينج مش في الفيوهات، مش في الفلور، لا خليك شغال في الفيو اللي هو السيلينج تمام، دي اول نقطة. تاني نقطة تعال هنا وقول له في في، وتأكد ان السيلينج بتعلم عليه صح تمام، تكون انت معلم على الاركتكشر تمام، وهتيجي على السيلينج تأكد ان السيلينج بتعلم عليه صح، لان هو لو بتعلم عليه صح مش هيظهر معاك تمام، ده هو السيلينج بتعلم عليه صح. تاني حاجة هبدأ ابص على الفيو رينج،
هل هو اعلى من السيلينج ولا لا؟ دي التلات حاجات اللي ممكن يكون فيهم مشاكل، فعشان كده هو بيظهر معاك. انا اسف اسف، الصوت بقى لفترة فاصل، معلش انا ما كنتش شايف بس البتاع، فكان الصوت فاصل شوية. تمام، طب اخر حاجة سمعتوها ايه قبل ما الصوت يفصل؟ ايه اخر حاجة طيب بعد اذنكم سمعتوها قبل ما الصوت يفصل؟ انت حد بس يكتب كده. ايه اخر حاجة طيب بعد اذنكم سمعتوها قبل ما الصوت يفصل؟ طيب هنكمل ان شاء الله مع بعض، ان شاء الله في المحاضرة اللي مسجلها بإذن الله تلاقوا فيها التفاصيل دي، او الحتة اللي الصوت كان فاصل فيها. تمام، احنا دلوقتي بعد ما دخلنا ملف الكاد بدوس في بي وادخل هنا في امبورت كاتيجوري، والاقي هنا ملف الكاد. لو انا عايز ابدا اظبط الالوان بتاعته ممكن ادخل هنا اقول له كل ملف الكاد ادوله لون معين، او ممكن ادخل علامة الزائد ديت هيظهروا معايا كل الليارات، ابدا كل اللير اديها لون معين، ابدا اظبط الالوان بتاعتها. تمام، طيب الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم عليها بقى دلوقتي، لو انا عندي شغل موجود على ملف ريفيت مستقل معماري او انشائي وعايز اسحبه عندي، طيب هبدأ افتح ملف جديد اقول له نيو بروجكت. تمام، وابدأ اختار تمبليت، ادوس براوز واقول له ايه، اشوف فين الملف التمبليت اللي عندي. تمام، وابدا اختار اي تمبليت فيهم واقول له ايه اوبن، افتح لي ملف التمبليت دوت. تمام، ممكن افتحه كمشروع وممكن افتحه بروجكت تمبليت. لو مشروع انت كده فاتحه عشان تشتغل عليه ترسم عليه، بروجكت تمبليت هيتفتح كملف تمبليت ار تي اي، وتبدا تظبط القائمه المانج اللي عندك، تبدا تظبط الفام اللي انت عايزها، تبدأ تظبط الحاجات اللي انت عايزها. فهقول له افتحوا لي كمشروع دلوقتي واقول له ماتيريال المتريك. تمام، هو كده فتح مشروع عادي خالص، هبدأ انا اسحب عليه المشروع المعماري عشان اشتغل عليه. تمام، هبدأ ابص للمشاريع التانية عشان ما تتهنكش معايا. تمام، هبدا اسحب المشروع بتاعي، ابدا اشوف انهي مشروع اللي انا عايز اسحبه، هقول له قائمه انسيرت، هقول له لينك ريفيت. لينك ريفيت يعني في ملف ريفيت موجود اسحبه لي معاك، لينك ريفيت كان انا بقول له اكسريف في الكاد كان اكسريف. هشوف المسار بتاعي فين اهوت مثلا، بلاقي الاختيارات عندي هنا بسيطه عكس الاوتوكاد. تمام، لان موضوع الليارات مبقاش موجود، موضوع تظبط فين اللي هو بوزيشن اهو موجود، الالوان مبقتش موجوده. تمام، هقول له مثلا ظبط لي اورجنت اورجن، اسم الملف اهوت. خلي بالك الملفات دي عباره عن باك اب، يعني بتلاقي كل ملف وراه كذا كذا ملف، دي باك اب لو حاجه باظت ببدا ارجعها من هنا. هقول له اوبي، هو كده هيسحبه كاكسريف، هبدأ اشتغل عليه كاكسريف. تمام، ده الملف اهو ظهر معايا. تمام، هل ظهر كله ولا ظهر جزء منه؟ تعال نشوف. لو انا قلت له وريه في 3 دي اهو، ده كده في 3 دي. تمام، يبقى هو كده ظهر كله معايا، ده اللي انا عايز اعرفه. تمام، هو ده مثلا تقريبا 5 ادوار. طب انا لو جيت هنا في فيو، لو انا جيت هنا في فيو وقلت له اعمل لي بقيه الفيوهات، انا عندي دلوقتي ليفل واحد عايز بقيه الادوار، هقول له اعمل لي فلور بلان، هيقول لي ده انا ما عنديش ادوار خالص. يعني هو كده
مش شايفه قوي، يعني هو كده شايفه بشكل جزئي. طب لو انا عملت سيلكت على حيطه من الحيطان، عملت سيلكت على حيطه واحده من الحيطان، عمل لي سيلكت على المبنى كله، يبقى كده هو فاهمه ككتله واحده، كأن انا بشف كده، هو مش فاهمه بطريقه تخليني اشتغل معاه كويس كده. لو في اي اداه صحي هنا مش هقدر اعمل لها سيلكت، لان هو كده كله شايف كله كتله واحده. تمام. طيب انا عايز ابدا اشتغل معاه شغل ريفت، شغل حاجه كويسه، شغل نظيف، هعمل ايه؟ اعمل سيلكت عليه تاني. المشكله اللي عندي ان هو دلوقتي شايف كتله واحده ومش مديني اختيار ان اعمل سيلكت على جزء وجزء تاني. لا، انا دلوقتي لما بعمل سيلكت على حاجه كله بيجي معايا. تمام. ده انا اللي مش عايزه. انا عايز اعمل سيلكت على جزء معين بس منه، عايز ابقى اكتف معاه، عايز المبنى هنا يحس بالادوار اللي فيه. يعني خلينا نرسم سيكشن، سيكشن او اليفيشن. تعال نرسم اليفيشن. اليفيشن اهوت. تمام. حطيت الاليفيشن ده مثلا هنا. تمام. عايز الاليفيشن ده يحس ببقيه الادوار، بدل ما يدخلهم يدوي انا عايز هو اوتوماتيك يحس بكل الادوار اللي موجوده في المشروع. الاليفيشن ده اللي هو الواجهه، كليك يمين. تمام. جو تو اليفيشن فيو. عايز لما اجي هنا يحس هو بالادوار دي كلها، يعني يبقى ليفل 3 شايفه، ما اضطرش ان انا ارسم ليفل 3 تاني. احنا كنا بنضطر ان احنا نرسمها مره واثنين وثلاثه، لا احنا عايزين ما دمنا اتعملت في مشروع يبقى معموله هنا برضو كمان. طب اعمل ايه بقى عشان اوصل للموضوع دوت؟ هعمل سيلكت على المشروع اللي انا سحبه على الاكسلف بتاعي. تمام. وادخل هنا من قائمه كولبريت، من قائمه كولبريت بلاقي عندي حاجه اسمها كوبي مونيتور. هقول له ايه؟ سيلكت لينك. تمام. واعلم على المشروع اللي انا عايزه. تمام. جاب لي ايه؟ قال لي اختار الحاجات اللي انت عايز تنسخها، اختار الحاجات اللي انت عايز تنسخها. هقول له ماشي، انا عايز انسخ. تمام. كوبي، واعلم على مالتي ايبل. مالتي ايبل عشان اعمل سيلكت على كذا حاجه مره واحده. تمام. انا عملت سيلكت على كل الجريد دوت وكل الجريد دوت، ودوست كنترول. وانا بعمل سيلكت دوست كنترول عشان يبقى سريع معايا. تمام. ولو انا في حاجه عايز اشيلها بقول له فلتر واشيل الحاجه اللي انا مش عايزها، لو انا عملت سيلكت على حاجه غلط. تمام. طيب خلصت، عندي فينيش هنا وفينيش هنا، ادوس على الفينيش اللي تحت كده يبقى انا عملت سيلكت الحاجات، كل الحاجات اللي عايزها، وبعد كده ادوس فينيش اللي فوق. تمام. كده ايه اللي هيحصل؟ الجهاز بتاعي او المشروع اللي بتاعي الريفي بتاعي هيبدا يحسب كل حاجه من الحاجات ديت، هيبدا يبقى اكتف معاها، ولو اتغيرت هناك هحس بيها برضه، هتغير معايا. بص كده انا بعمل سيلكت على ده بس. لو انا عندي اي صرف او اي اجهزه صحيه موجوده في المشروع بتاع الريفت معماري هتظهر معايا، اعمل عليها سيلكت يجيب لي الكونكشن بتاعتها وابدا ارسم شغل بتاعي عادي. تمام. الناس اللي ما بتعرفش الطريقه ديت كانت بتضطر تعمل في وتخفي الادوات الصحيه اللي في المعماري وتعملها تاني في الشغل بتاع الصحي وتبدا ترسم الكونكتور، يبقى في عندي حاجتين فوق بعض. تمام. تاني، انا دلوقتي لو انا عندي حاجه عايز احس بيها في الريفت المعماري. تمام. تعالى ناخدها حاجه تانية، الليفيجن مثلا. انا عندي الليفيجن اهي. تمام. وعايز الريفت يبدا يحس بالفلور ديت، عايز يبدا يحس بيهم كلهم. طب اعمل ايه؟ هل ارسمهم قالوا جديد؟ سهل ان ارسمهم بس مش منطقي. تمام. وهو لو عدل حاجه مش هتتعدل معايا، لا انا عايزها تبقى اوتوماتيك مع بعض. تمام. هاجي من قائمه كولبريت هقول له كوبي مونيتور واقول له سيلكت لينك كوبي مونيتور، يعني انسخ لي وراقب لي اللي هناك. تمام. علمت انا كده على ملف الريفت واداني خاصيه ان انا انقل، اقول له كوبي. تمام. واجي هنا اقول له مالتي ايبل، وانا بعلم ادوس على كنترول لو انا اعلم على كذا حاجه. انا علمت على كل الشغل اهوت، اقول له فينش، فينش تاني، فينش تاني. ايه اللي حصل؟ الحاجات دي بقت اكتف معايا، بقى البرنامج فهمها. طب ايه اللي يدلني ان البرنامج فهمها؟ تعال نختبره، تعال نعمل له اكزام صغير كده. هاجي من كومنت فيو وهقول له انا عايز اعمل فلور بلين، اهي فلور، اقول له فلور بلين. بسم الله ما شاء الله، كلهم ظهروا معايا همت، كله ظهر معايا، كل الادوار ظهرت معايا.
هقول له اعملهم لي من ليفل واحد بالجراوند. اوكي خلاص، كل الادوار ظهرت معايا اهيت، وكل دور هدخل فيها هلاقيه اشتغل معايا كده. بقى الريفت المعماري مقري عندي، بقى مش شايف عندي كل التفاصيل بتاعته، مفيش معلومه ناقصه. تمام، ابدا اشوف ايه الحاجه اللي انا عايزها واعمل لها برضو كوبي مونيتور. يعني انا عمري ما هحتاج الابواب، هحتاج الابواب في ايه؟ عمري ما هحتاج السلالم، هحتاجها في ايه؟ يعني الحاجات اللي انا هحتاجها في شغلي هاخدها معايا. يعني انا محتاج جريد، اه ممكن اكون عايز اعمل مثلا دايمنشن على الجريد، عايز ابدا اشتغل معاها، عايز يبقى متفاعل معاها. اكيد طبعا عايز اعرف الادوار، اشوف الليفلات عندي وابقى متفاعل معاها، بحيث ان انا مثلا لو قلت له هنا اعمل لي سيلينج بلان هيجيب لي كل السيلينج بلان اهو، هقول له اعملهم لي، هيبداوا يظهروا معايا ابدا اشتغل عليهم، وابقى انا كده شغال صح. الطريقة دي أحسن من فاتت. أنا طريقة طريقة الكاد، أصل أنا دلوقتي الناس في المكاتب شغالة بكذا طريقة. تمام، هي أحسن طريقة اللي إحنا هنقولها بعد شوية، يعني أحسن طريقة فعلا اللي إحنا هنقولها بعد شوية. في طريقة طبعا ما حدش بيشتغل فيها في مشروع كبير، اللي هي إيه؟ أه ممكن تعمل مونيتور لأرقام الغرف والمساحات والتاجات وكل حاجة، أه مفيش أي مشكلة، بس مش محتاجة، لأن أنت مجرد إن أنت تحط التاج هو هيقرأ. تمام، بس في خاصية لازم تعملها، هشوفها لك دلوقتي. في خاصية لازم تعملها اللي هي ايه؟ بتعلم على المشروع المعماري، بتعلم على الريفت المعماري اللي انت سحبه، ممكن تجيبه من هنا. تمام، طب روبرتس لازم تعلم على روم باوندينج. لو علمت على روم باوندينج هو اوتوماتيك يبدأ يفهم المساحات الاوض، ويبدا يفهم ان هنا في حيطان او هنا، يعني بين كل كميه بين اي مساحه مغلقه من الحيطان بيبدا يعتبر ان دي اوضه. فانت لو جيت على الخصائص بتاعه الريفت لينك اللي انت سحبه وعلمت هنا على روم باوندينج هو يبدا يحس بيها. تمام، اما هي ان شاء الله دي هتعمل لك كل السبيس والروم وتحرك المشكله دي كلها. السؤال بتاع الرحمه المهداه، انك تشتغل من الملف المعماري، لو انت هتشتغل بطريقه يدوي، يعني انت اللي يعني انتوا الاثنين شغالين في نفس المكان. تمام، بطريقه ان انت تيجي تفتح الملف يقول لك لا ده واحد تاني هو اللي فاتحه، دي ده مش منطقي. لو انا عملت اشتغلت بالطريقه ديت ده مش منطقي، ان احنا شغالين في نفس الملف ومش معمول، مش عاملين حاجه اسمها سنكرونايزيشن او روك سيت، دي اللي احنا هنشرحها دلوقتي. يعني انا دلوقتي في الشغل لنا كذا طريقه. اول طريقه ان احنا نشتغل عادي زي ملف الاوتوكاد. تمام، ودي مش منطقيه. تمام، لان الريفت ليه امكانيات حلوه قوي، ان انا اشتغل في ملف واقفله عشان واحد تاني يشتغل فيه، دي طريقه مش حلوه ومش منطقيه في المشاريع الكبيره، لان ضغط الشغل المفروض يستلم تاني يوم والحاجات دي كلها. ما دي احنا شرحناها قبل كده. اللينك احسن، اللينك احسن في ايه؟ في ان هو بيخفف لي الحمل بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مش الجهاز وانا بفتح المشروع مش متحمل بالريفت المعماري كله، لا ده متحمل بالشغل بتاع الكهروميكانيكال. فلو في مشروع كبير ممكن نقسم المشروع، نقول له ايه؟ عندي ملف ريفت استراكشر، عندي ملف ريفت معماري، عندي ملف كهروميكانيكال. لو الشغل طلع كتير قوي ممكن احط ريفت معماري لينك ونبدا نشتغل عليه. الحاجه الثالثه اللي احنا هنقولها بقى دلوقتي موضوع السنكولايزيشن. موضوع السنكولايزيشن يعني احنا كلنا فاتحين نفس الملف ونشتغل عليه. ممكن يكون المعماري عامل سيكولايزيشن مع نفسه، يعني عندنا 3 مهندسين معماري شغالين مع بعض في نفس الملف، والثلاثه يفتحوه في نفس الوقت، واحد بيشتغل في الدور الاولاني، واحد بيشتغل في الدور الثاني، واحد بيشتغل في السطح، واحد مثلا بيعمل البواب، واحد بيعمل حيطان، واحد بيظبط الماتيريال، ما فيش اي مشكله خالص. وبرده الكهروميكانيكال في 3 مهندسين شغالين، واحد شغال تكييف، واحد شغال صح، واحد شغال كهرباء، والثلاثه وكلهم شغالين في نفس الوقت، بيجي يفتح الملف يتفتح معاه عادي. تمام، وضحك كده؟ يبقى احنا عندنا الطريقه اللي هي العاديه خالص، كانك بتفتح ملف في اوتوكاد. تمام، وهتشتغل عليه ما فيهاش اي مشكله خالص. في طريقه اللينك، تمام، ودي اللي احنا كنا بنشرحها، موضوع اللينك. تمام، اللي هي موضوع الاكسرفات. تمام، ولسه هنكمل فيها جزء صغير، وبعدين نتنقل على موضوع السنكولايزيشن. موضوع السنكولايزيشن موضوع مهم جدا، ومستحيل حد يشتغل ريفت، مستحيل حد يشتغل ريفت في شركه وما اشتغلش بيه. يعني مفيش شركة
شغاله ريفت في العالم كله غير لما تكون شغاله بموضوع السنكرونايزيشن. ما اصل احنا مش هنقدر نشتغله ككاد، مش هنقدر نشتغله ككاد ان واحد يفتح ملف لوحده وده يفتح ملف لوحده ونقعد نعمل لينك والحاجات دي كلها. لا احنا بنشتغل موضوع السنكرونايزيشن، نحاول نلم الموضوع كده ببساطه. موضوع السنكرونايزيشن ان احنا كلنا بنفتح نفس الملف ومفيش حد بيطلع له ريد اونلي ومفيش حد فينا بيشتغل على شغل التاني. ممكن ندمج الريفت لينك مع السنكرونايزيشن، يعني انا هعمل ملف ريفت معماري مهندسين معماري اشتغلوا عليه، وريفت كهرو ميكانيكال بتوع كهرو ميكانيكال اشتغلوا عليه وفي لينك بينهم، تمام، عشان نخفف التقل بتاع الجهاز. لا انا هشغله دلوقتي، انا طفيته وهشغله، تمام. طيب انا هشغل الشير دلوقتي عشان الناس ما تزعلش مني اهوت. طيب انا كده شغلت الشير، ثواني كده وان شاء الله اشتغل معاكم، تمام. طيب يبقى مراجعه سريعه، لو انا عايز انزل ملف كاد بلاقي عندي لينك كاد وامبورت كاد. امبورت كاد هينزل معايا في الملف الريفت اللي عندي وبس منقطع الصله بالملف الاساسي. لو انا عايز يبقى في صله بينه وبين الملف الاساسي بختار لينك كاد، لينك كاد، تمام. لينك كاد لو دخلت على ملف الاوتوكاد وعدلت فيه التعديل ده هيظهر معايا على طول. لينك ريفت هربطه بملف ريفت اللي هو المعماري او الانشائي، وكلنا ممكن نربط ببعض، تمام. بس لو انا فاتح ملف معين وجيت افتحه هيقول لي لا لازم تلغي الوصله ديت، يعني انا ما ينفعش افتح الملف والملف اللي انا سحبه في نفس اللحظه. يعني انا دلوقتي لو قلت له افتحه هتلاقيه اوبن اند انلود، يعني مقابل ان انا افتحه لك لازم اعمل لك انلود، ما ينفعش انت تبقى فاتح الاثنين في نفس اللحظه، تمام. طيب لو انا عايز الغي ملف الريفت اللي انا سحبه او اغير المسار بتاعه او اعدل فيه بلاقي عندي حاجه اسمها مانج لينكس. ده عباره عن ايه؟ بيجيب لي الملفات اللي انا سحبها سواء ريفت او كات او حاجه اسمها دي دبليو اف مارك اب، ممكن تكون انت بعت للمهندس الكبير او المدير بتاع الشركه يعمل لك مارك اب، علامات على الشغل بتاعك، الحاجات اللي فيها غلط او الحاجات اللي انت ممكن تترفي بسببها فيعمل لك علامات عليها كده كلاود عليها، تمام، بلون احمر كده كبير كده عشان ياخد، وفي بوينت كلاود، تمام. طيب الريفت اهو لو انا علمت عليه هلاقيه جايب لي شويه اختيارات، تمام. ممكن يكون انا في الشركه شغال على مثلا على الواي او الاكس او الزد، جيت في البيت عندي ما لقيتش الاكس والواي والزد، فالمسار هنا ضارب فملف الريفت مش قادر يقرا عندي هنا، هقول له ريليت فروم وادي له مسار تاني. يعني انا دلوقتي لو عندي ملف ريفت موجود معايا، انا معايا ملف الريفت معماري خدته من الشركه ورحت بالبيت من غير ما استاذن من المدير، تمام، وجيت هنا بقول له افتحه لي، ما رضيش يفتح. ليه؟ لان هو بيبص على المسار بيلاقي ان هو موجود على الزد ريفت اسم المشروع اي المسار، هو مش لاقي المسار ده عندك في الجهاز، الجهاز عندك يا دوبك السي والدي، تمام، مفيش بقيه المسارات. هقول له ريلود فروم واروح محمله مكان تاني، تمام. او انا مثلا وانا شغال ملف الريفت ده انا مش عايزه دلوقتي، عايزه بعد شويه، هقول له انلود، تمام. هو كده هيعمل له انلود مؤقتا. ايه المعادل ليها؟ اقول له ريلود، يعني عندي حاجه اسمها انلود ده هيخفيه مؤقتا بس لسه في اي وقت اقول له ريلود يرجع تاني. يبقى انا كده عندي انلود بيخفيه مؤقتا، مش عايزه انا دلوقتي، تمام. ريلود هيرجعه لي تاني. لو عايز انت تشيله خالص، خلاص انت مش محتاجه خالص، هقول له ايه ريموف، كده خلاص الشال معايا خالص مش هشتغل عليه. يعني وانا بعد ما انا اشتغلت خالص كنت انا ساحب مثلا ملف كاد وخلاص مش عايزه، هقول له ريموف. ساحب ملف ريفت مش عايزه خلاص خدت غرضي منه، هقول له ايه ريموف. طيب اللي بعد كده كات فورمات، لو انا ساحب اي ملف كاد، تعال نحط اي ملف كاد ونشوفه، هقول له مثلا لينك كاد واختار اي ملف كاد، احنا كنا حاطين ملف كده على الديسكتوب زي ما احنا اتفقنا، اورجنت اورجن انسى سنتر تو سنتر خالص، واقول له ايه اوب، خلاص هو ظهر معايا. لو عايز تخفي اي لاير منهم هقول له في في، تمام، فلتر قصدي امبورت كاتيجوري، وابدا اخفي الحاجه اللي انا عايزها. ريفت لينكس دي ما كانتش موجوده المره اللي فاتت، اي ظهرت معايا، تمام. ممكن اقول له هاف تون، هاف تون يبقى هيخلي كل الشغل خفيف، تمام. ممكن اجي هنا باي هوست، تمام، اجي هنا او
setting cannot be modified because the link file is not loaded. بيقول لي هو انت اصلا عامل له unload فعشان كده انت مش قادر تتعدل فيه. طيب خلينا ندخل لينك ريفيت، قصدي ندخل مانج لينكس. تمام، هاجي هنا هقول له ايه ريلود، هحمله تاني وادوس اوكي عشان يبقى ليا صلاحيه ان انا اعدل فيه. لما ادوس في في ابدا اعدل في اللينك ريفيت وابدا اظبط الخصائص بتاعته. تمام اوكي، كانت فورمات هي تاج هنا ونفس الخصائص، ريلود فروم، ريلود انلود، ريموف، امبورت لو عايز تدخل ملف كده تاني. طيب انا قلت له كانسل، معلش انا اسف، هقول له مانج لينكس، اتاكد بس تعمل له ريلود، بعد كده اوكي. يبقى مانج عامله زي ال عامله زي موضوع الاكسترف في الاوتوكاد، بتدخل منها تاكد ان المسارات شغاله. تمام، هقول له ايه اوكي بقى المره دي. تمام تمام طيب هدوس بقى في في، تمام هدخل نادي ريفت لينكس، هلاقي ان انا ليا ان انا اعدل فيه على طول. بيقول لي عايز باي هوست فيو، يعني حسب الفيو اللي هو واقف فيه، ولا باي لينك فيو يعني الهوست فيو الافتراضي بتاعه ايه، ولا باي لينكد حسب اللينكد اللي موجود، ولا كاستم كاستم. يبقى انا هبدا اختار زي ما انا عايز، ممكن ادخل مثلا موديل هنا واخفي وظهر زي ما انا عايز. اجي هنا اقول له مثلا كاستم، واقول له مثلا المشروع ده الفيو دوت اخفي لي اخفي لي كل الحيطان، كل الحيطان اللي جايه من الملف الريفت اللي انا مستدعيه. يبقى انا كده ملف الريفت اللي انا مستدعيه اقدر اعدل فيه زي ما انا عايز. ازاي؟ هاجي في الفيو دوت هقول له كاستم وابدا اختار زي ما انا عايز، اقول له مثلا الموديل، اقول له انا مش عايز مثلا، انا مش عايز اشوف الاير تيرمينال، مش عايز اشوف البلامنج، مش عايز اشوف الدور، الحاجات اللي انا مش عايز اشوفها اخفيها. ممكن تكون مثلا انت مش عايز تشوف السيلينج لاي سبب من الاسباب. تمام، او هو حاطط لي اير تيرمينال بشكل مبدئي وانا مش عايزها، عايز احط الاير تيرمينال بتاعتي في المكان اللي انا عايزه. تمام، هو مثلا ديزاينر فحاطط شويه حاجات انا كل مره بشوف حاطط حاجه غلط وبعمل اللي انا على مزاجي، فبشيلها من هنا وابدا ارسمها وبعد كده بظهرها. تمام اوكي اوكي تمام. ممكن اجي هنا برضو كوردينيشن سيتنج. تمام، هنا ممكن اقول له ايه دي كوردينيشن سيتنج، ابدا اقول له مثلا الاير تيرمينال لو بتش كوبي، ولا كوبي ولا انسخهم واحده واحده. تمام، ولا اجنور كاتيجوري يعني ما تتجاهله وانت بتسحبه. تمام، هنا ممكن اقول له هنا انترفيس الشكل لو انا عايز اعمل كوردينيشن بين حاجتين. تمام، لو في اي مشاكل هيقول لي عليها انترفيس الشيك، انترفيس الشيك لو في اي مشاكل هيقول لي عليها. تمام طيب طيب انا لو انا وقفت على ملف الريفت. تمام، بلاقي عند بايند، بايند يعني ملف الريفت المعماري اللي انا مسحبه هيبقى معايا في قلب المشروع. تمام، منفصل عن الملف الاصلي بتاعي، بايند لينك هيفصله ويبقى موجود معايا في قلب المشروع وابدا اشتغل عليه. تمام، ده بايند لينك لو انا وقفت عليه، او ممكن من هنا تحت خالص بلاقي حاجه اسمها ريفت لينك، اجي هنا واقول له بايند. تمام، هروح اعمل له بايند ويفصله عن المشروع اللي انا كنت شغال فيه، هيفصله عن الريفت المعماري وابدا اشتغل عليه عادي خالص من الريفت الكهرو ميكانيكال بتاعي، كأن انا مثلا ايه عايز احتفظ اعمل شغل على الاصدار القديم. يعني هو بيقول لي انا هعدل المعماري وانا عايز يبقى عندي نسخه فيها المعماري القديم ونسخه فيها المعماري الجديد، بحيث لو قال لي ارجع للقديم ارجع ليها، فهقول له بايند واعمل نسخه تانية للمعماري الجديد. الشير شغال ولا مش شغال؟ معلش مش هنصح حمود بيقول الشير مش شغال. معلش لو الشير شغال بس دوس واحد، لو مش شغال دوس صفر. طيب هو صوت كده شغال اظن ان شاء الله.
طيب الشير شغال؟ يعني ان شاء الله دلوقتي هنشرح حاجه اسمها سيكولايزيشن. سيكولايزيشن دي اللي هي ايه؟ الشير مش شغال. طب انا هوقف الشير واشغله تاني. طيب الشير شغال دلوقتي؟ تمام. طيب ان شاء الله دلوقتي هنشرح حاجه اسمها السنكرونايزيشن. السنكرونايزيشن ديت اللي هي ايه؟ ان ازاي كلنا شغالين على نفس الملف. طب ايه المشكله ان كلنا شغالين على نفس الملف؟ ان انا دلوقتي ممكن واحد فينا يدخل يعدل حاجه يمين والتاني يعدلها شمال، يعني عندي ضغط هابط في كيبل تري، فواحد عدله يمين نفس الضغط عدله يمين، واحد تاني عدله اللي هو جابه شمال، فدي مشكله. فعشان نظبط الموضوع دوت بنعمل حاجه اسمها ورك سيت، ودي اللي هنشوفها ان شاء الله مع بعض دلوقتي. تمام. طيب انا هاجي دلوقتي هقفل المشروع دوت. تمام. انا عندي فاتح لوحة كتيرة هقفلها. تمام. اقول له ما تسيبش. تمام. ده امتداد ار تي اي. ار تي اي يبقى مش هينفع يتعمل، مش هينفع يعمل سينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن محتاج ملف ريفيت مش ملف تمبليت، محتاج ملف ريفيت ار في تي. تمام. فانا هفتح ملف ريفيت دلوقتي. ده دي الفاميلي اللي احنا كنا فاتحينها. اقفلها. تمام. طيب هاجي افتح ملف عادي خالص، اقول له اوبن، واختار ملف يكون احنا شغالين عليه، الملف بتاعنا احنا. هنا جايب لي كل الحاجات، انا عايز ار في تي بس، ار في تي اوبن. تمام. ده ان شاء الله هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نعمل موضوع ان كلنا شغالين على نفس الملف، كلنا شغالين على الملف ده اللي بيسمى كوردينيتور. السرعه اظن ظاهره عند الناس. كوردينيتور يعني ان احنا كوردينيتور ان احنا نخليش حاجه متعارضه مع حاجه تانية، ودي ممكن نعملها في اي واحده فيهم. يعني سواء اشتغلنا بالطريقه الاولانيه خالص ان احنا شغالين بدون سيكولايزيشن بدون لينك ما فيش اي مشكله خالص، شغالين باللينك ممكن برضه نعمل الكوردينيشن، شغالين بسيكولايزيشن ممكن نعمل الكوردينيشن. دي اسمها يعني التزامن اللي هي سيكولايزيشن. هنعمل حاجه اسمها ورك سيت. ايه ورك سيت ديت؟ في بعض المفاهيم لما بنفهمها بتسهل علينا شغل كتير قوي. ايه بقى موضوع الورك سيت ديت؟ الورك سيت ديت يعني هنعمل زي حسابات في البنك احط فيها شغل بتاعي. يعني انا هعمل حساب مثلا اسمه لايتنج، واحط اللايتنج بتاعتي في قلب الحساب دوت، محدش يقدر يعدل فيها غير لما يستأذن مني، محدش يقدر يعدل فيها غير لما يستأذن مني. تمام. ده اللي هنعمله دلوقتي. ازاي؟ واحده واحده مع بعض. هدخل في حاجه اسمها كولبريت، هدخل في كولبريت. تمام. قائمه كولبريت اللي احنا عملنا فيها ايه؟ عملنا منها انترفيس تشيك اللي هي ران انترفيس تشيك عشان نشوف ايه اللي خبط في ايه. تمام. وعملنا منها كوبي مونيتور عشان نلقط او ناخد او نتابع الجريد اللي محطوط في الملف اللينك ريفت اللي احنا ساحبينه. هقول له ورك سيتس. اول ما دوست ورك سيت قال لي اهلا، انت كده هتعمل حاجه اسمها ورك شيرنج. ايه ورك شيرنج؟ يعني هتشتغل في فريق عمل في تيم وورك. تمام. طب وايه المشكله؟ بيقول لي اي حاجه هتعملها بعد كده لازم تحطها في ورك سيت. فبقول له مفيش مشكله، دي بسيطه. طيب اللي اتعمل قبل كده، يعني انا عندي هنا في شغل كتير معمول، هيحصل فيه ايه؟ الليفل والجريد، الليفل اللي هي الادوار والجريد اللي هي الاكسات هتحط في ورك سيت اسمه شيرد ليفل اند جريدز. انا ما عنديش مشكله. وبقيت الشغل كله ابواب وحيطان وضغطات وكيبل تري والوجع ده كله ورك سيت 1. تمام. طب انا اقدر بعد كده احولها من ورك سيت لورك سيت تانيه؟ مفيش مشكله، خلاص اقول له اوكي. تمام. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ ان الورك سيت ديت حساب في البنك، شغلك هتحطه فيه، محدش يقدر يسحب منك شغلك غير لما يبعت لك
ريكويست، يبعت لك يستأذن منك. احنا عندنا في الشركه قعدنا نقول ريكويست، الناس شكت ان في حاجه، تقول الناس اللي شغاله في ريفيت كلها عماله تقول ايه، عندك ريكويست عندك ريكويست، فما حدش يعني اخد ايه موضوع الريكويست دوت، فعشان ما حدش ياخد باله بقى نقول ايه، عندك قرش كابتشينو، اقول له قرش كابتشينو، فيفهم ان انا بعت له ريكويست، بقول له انا عايز حاجه من الورك سيت بتاعته. تمام، طيب الورك سيت ديت هبدا احط الشغل بتاعي، يعني ممكن اقول له ايه، انا احط التكييف في الورك سيت اللي اسمها تكييف، ممكن احط تكييف الدور الاولاني في ورك سيت لوحديها، وتكييف الدور الثاني في ورك سيت لوحديها. تمام، ممكن احط الضغطات بتاعت الدور الاولاني في ورك سيت لوحديها، لو المشروع كبير ممكن اقول ايه، الضغطات بتاعت الدور الاولاني في ورك سيت اسمه مثلا اتشفاك 1، الضغطات بتاعت الدور الثاني اسمه اتشفاك ضغط 1 2، يعني هبدا بقى اقسمهم، اللايتنج بتاع الدور الاولاني لايتنج ليفل 1 ده ورك سيت، ابدا احط الشغل بتاعي اللايتنج اللي ضاع عليه. تمام، مش عارف شكل الريفت هنك. اديله دقيقة كده، لو ما فتحش اقفله وافتحه تاني. احنا هنا بنشرح حاجة اسمها بي اي ام وريفت ام اي بي. بي اي ام اللي هي بيلدينج انفورميشن موديلنج، ازاي بنعمل موديل للمبنى. تمام، ريفت ده برنامج مشهور قوي، بيستخدموه معماري وكهروميكانيكال وانشائي. تمام، طيب الريفت شكله كده هنك، فاقفله. تمام، هفتح تاني. تمام، انا هوقف الشيرنج على ما البرنامج يفتح، هو بياخد وقت على ما يفتح. تمام، طيب موضوع السنكرونايزيشن ده احسن حاجه ممكن تشتغل بيها ريفت. ما شفت الشركه بتشغل ريفت من غير موضوع السنكرونايزيشن، يكون مثلا فاهم شويه اوامر خدها في كورس ومش عارف موضوع السنكرونايزيشن، فما يقدرش يشتغل. ليه؟ لان هو الريفت كله امكانياته في ان احنا كلنا شغالين وشايفين بعض، ان احنا شغالين كلنا شايفين بعض، ان ما ينفعش واحد شغال لوحده وفي الاخر نجمع شغلنا مع بعض. تمام، فانا دلوقتي هعمل ايه، هعمل حاجه اسمها ورك سيت. ايه ورك سيت ديت؟ ورك سيت دي ببساطه زي حساب لك في البنك بتبدا تحط شغلك فيه. تمام، بسمي مثلا ورك سيت، ورك سيت قمر، ورك سيت شباك، ورك سيت 1، اي ورك سيت الاسامي اللي بتسمى ملهاش اي مشكله خالص. تمام، وبيبقى في ملف موجود او في المشروع ار في تي، مشروع ريفت موجود محطوط على السيرفر. تمام، شغالين في شركه ففي سيرفر، فانا حاطط المشروع بتاعي على السيرفر. ايه اللي بيحصل لما انا بدخل عشان افتح المشروع دوت؟ اه، احنا انا موقف الصوره، انا موقف الصوره عشان الريفت مهنج وبفتحه تاني، فبنتكلم عادي يعني ان شاء الله. لا، الشير لسه مش شغالش، الريفت لسه بيفتح، انا بس بحاول اشرح الفكره النظري على ما الريفت يفتح. تمام، طيب دلوقتي انا هعمل ايه، ايه فكره الورك شيرك، ورك شيرنج دي ازاي تتعمل، او السنكرونايزيشن ازاي تتعمل؟ في ملف سنترال موجود على شبكه او موجود على سيرفر. تمام، ده ملف سنترال، ده كل الناس هتشتغل عليه. اول ما اجي افتحه، لا لسه في محاضرتين يا باشمهندس محمد. تمام، اول ما اجي افتح الملف دوت، اول ما اجي افتح الملف دوت بيعمل ايه، بياخد كوبي منه ويحطها عندي على الجهاز بتاعي، يبقى انا كده مش هتقل الشبكه. تمام، يعني برنامج تكله بتقل الشبكه. ليه؟ لان هو كل شغلك على ملف السنترال اللي موجود. لا، ده هنا هيحصل حاجه كويسه قوي، من غير ما تاخد كوبي وبيست والحاجات دي، لا هي تلقائي، اول ما بتقول له اوبن بتلاقي زرار اسمه لوكال، هنشوفه هياخد لك نسخه من ملف السنترال عندك على الهارد بتاعك، ملف لوكال، هيبقى ملف ايه اسمه ايه، ملف لوكال. تمام، الملف اللوكال دوت، الملف اللوكال دوت هبدا اشتغل عليه. اول ما اخلص شغل زي ما كنت بدوس على زرار اسمه سيف، هدوس على زرار اسمه سنكرونايزيشن. تمام،
تمام. انا هفتح الملف اهوت، يا رب بس ما هنكش بقى تاني ريفيت دورين دورين. تمام. طيب الملف اللوكال ده ببدأ اشتغل عليه. لما بشتغل عليه بقول له ايه؟ بقول له اعمل لي حاجه اسمها سنكولايزيشن. سنكولايزيشن بيعمل 3 حاجات: بياخد الشغل بتاعي وينقله لملف السنترال. يعني انا رسمت كذا ضغط مثلا، بياخد الضغطات ديت كوبي ويحطها في ملف السنترال. تمام. دي اول خطوه. تاني خطوه يشوف كل الناس اللي عملت سنكولايزيشن عملت ايه وياخدها ويجيبها عندنا على ملف اللوكال بتاعي انا. تمام. تالت حاجه هيسيف في ملف اللوكال. يبقى انا اول ما اقول له سنكولايزيشن عملت 3 حاجات، هياخد شغلي. تمام. هقول له كولبريت زي ما اتفقنا، كولبريت ورك سيت الليفل والجريد، هتحط على حاجه اسمها شيرد ليفل اند جريد، والشغل على ورك سيت 1. هقول له اوكي وان شاء الله مش هيهنج المره دي. تمام. طيب اول ما اقول له سنكولايزيشن هياخد الشغل بتاعي يحطه في ملف السنترال، وياخد شغل اللي موجود في السنترال يزيره عندي ويسيف في ملف اللوكال. واحد تاني جنبيه هيعمل سنكولايزيشن، هيبعت شغله وياخد شغلي كوبي عنده ويسيف في اللوكال. يبقى احنا كده كل ما احنا بنعمل سنكولايزيشن شايفين شغل بعض. تمام. وعندنا خاصيه اللي هي في في، فابدا ابص كده. يعني انا هبدا ارسم تكييف في الكوردر، هدوس في في الاقي مثلا الكهرباء واخده ناحيه اليمين، اروح انا واخد ماشي ناحيه الشمال. تمام. فاحنا شايفين شغل بعض، هنعمل كوردريشن ثانيه بثانيه، مش مستنيين اخر المشروع ونبدا نعمل سنكولايزيشن. ما هل يمكن تجميع ملف السيف بالخاصة؟ هحاول اشوفها لك، يعني ما ضايقتنيش فما دورتلاش على حل، بس هشوفها لك اذا كنا ممكن نجمعها في فولدر ولا لا. هو المفروض ان هو بيحط الملفات السيف في نفس المكان. تمام. يا رب بس يفتح المرة دي ان شاء الله. هو موضوع الورك سيت ده بياخد بس شوية، وده مش في كل مرة، ده هو بس انا في ان انا احول ملف من مشروع عادي لملف سنترال، ده بس ايه بعملها مرة واحدة في المشروع، بس هو بياخد وقت زي ما انتوا شايفين. لو عايزين انك المرة دي ان شاء الله افتح بقى ملف يكون انا كنت عامله قبل كده ونبدأ نعمله برضه واحدة واحدة، يعني ما فيش ولا مفيش خطوة ننط من عليها. تمام. هو انا بدوس ورك سيت بيفتح لي قائمة يقول لي دي اسامي الورك سيت اللي موجودة. ممكن أبدأ انا اعمل ورك سيت جديدة، يعني ممكن اقول له مثلا ايه، ممكن تكون انت مثلا مشروع صغير فاقول له مثلا التكييف كله في ورك سيت. ممكن مشروع كبير فاقول له مثلا تكييف الدور الاولاني في ورك سيت لوحديها عشان واحد اسمه عمر يشتغل فيها، تكييف الدور التاني في ورك ست لوحديها عشان مثلا عبد الرازق يشتغل فيها، ورك ست الدور التالت نخلي سعيد يشتغل فيها. فنبدأ نقسم الشغل بتاعنا. تمام. لو المشروع كبير زاد عن اللزوم وبدأنا نخصصه، يعني واحد بيرسم دكتات واحد بيرسم بايب في التكييف، يبقى نخلي بقى ورك ست اسمها دكت الدور الاولاني، بايب الدور الاولاني، دكت الدور التاني، بايب الدور التاني. تمام. طيب على ما يفتح انا هحاول افتح مشروع كده يكون احنا عملنا فيه موضوع السوكولايزيشن دوت. تمام. طيب ايه لسه مفتحش. طيب نكمل بقى نفتح الملف بتاعنا. طيب انا هفتحه دلوقتي، هفتح مشروع معمول الورك سيت، مش ان شاء الله مفيش خطوه تبقى ناقصه مننا. هو فاضل ان شاء الله باذن الله محاضرتين ان شاء الله. هحاول اثناء المحاضره الجايه اكون انا سجلت
المشروع كامل هو بيتعمل خطوة بخطوة بإذن الله، بس لما الاقي خطوات متكررة كتير احاول اجريها على اساس وقتكم. انا المرة اللي فاتت شرحت، بس حاولت ان انا في 3 ساعات اشرح لكل السيستم، اوريك كل حاجة بتتعمل ازاي حاجة صغيرة. بس ان شاء الله المرة الجاية تبقى في توسع بإذن الله، بحيث عشان بس الوقت، انا خايف مثلا نقعد نعمل مشروع كله مع بعض الوقت يخلص مننا. فان شاء الله ما تخافوش من حاجة بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله. تمام، ده ملف هنشوفه ان شاء الله، ما فيش حاجه فلتت مننا يعني. هي مجرد بس ان انا هدوس على زرار هتطلع لي القائمه على طول. تمام، يعني مقيم كولبريت بختار ورك سيت. تمام، او ممكن من تحت بلاقي شكل الورك سيت اهوت في الزرار تحت ده خالص. دي شكلها خلاص مش هتفتح معانا تاني. طيب ان شاء الله نشوف ديت. تمام، مقاوم كولبريت، مقاوم كولبريت. تمام، اختار ورك سيت. الله المستعان. طيب نشوف انا واحد فيهم اتشغل. تمام، هي بص، هي كل شاشه اللي هتظهر لك هي ديت، على فكره دي اللي احنا كنا شغالين فيها الاول، يعني الحمد لله ما فيش حاجه فلت مننا خالص. دي الشاشه اللي بتظهر لك، بيظهر لك ايه اول حاجه بيقول لك عليها؟ اكتيف ورك سيت. يعني انا دلوقتي لو جيت رسمت ضغط هيظهر فين؟ هيظهر على ورك سيت 1، هيتحط في الحساب في البنك اللي هو ورك 1. تمام، طيب انا دلوقتي لو انا قلت له مثلا اعمل ورك سيت جديده، هقول له نيو، واقول له مثلا اتشيفاك، واقول له نيو، واقول له مثلا نسميها ايه، الكتريكال، اي ال اي سي، اي ال اي سي، اوكي. واعمل واحد تاني اسميه بلامينج او ووتر، مفيش اي مشكله خالص. الاسم ملوش علاقه باللي اتحط جواه، الاسم ملوش علاقه باللي اتحط جواه. هقول له نيو، ودي اخلي دي مثلا ايه اللي ناقص فاير مثلا. الكتريكال ممكن تقسم من كذا حاجه، ممكن تحط مثلا اللايتنج لوحديها، البار لوحديه، اللو كارنت لوحديها، زي ما انت عايز. تمام، دي مثلا ورك سيت اللي اتعملت معايا. نيو هبدأ احط جديد، ديليت هشيل، رينيم هغير الاسم، وونر ده اللي هو صاحب الورك سيت دوت. تمام، البورور اللي هو مستلف حاجه من الوونر. يعني دلوقتي عندي ايه؟ عندي الورك سيت ديت مثلا محطوط فيها ضغطات، ففي واحد بعت ريكويست استلف حاجه، ودي اللي هنشوفها دلوقتي، يعني هتشوفها بعينيك دلوقتي. فالبورور ده اللي هو مستلف حاجه. يعني انا دلوقتي لو انا عمر استلفت حاجه من الورك سيت ديت هيحصل ايه؟ هيبقى انا بورور ليها. تمام، اوبن، يعني انت الورك سيت دي عايزها اوبن ولا عايزها مقفوله؟ عايز تقفلها ولا تفتحها؟ فيزابل ان اول فيو، ممكن تكون الورك سيت دي انت مش عايز تشوفها، عايز تبقى موجوده بس مش عايز تشوفها. تمام، زي مثلا الموقع العام مش فارق معاك قوي في شغل كهروميكانيكال، فاقول له لا، الورك سيت بتاعت الموقع العام انا مش عايز اشوفها دلوقتي. تمام، فاقول له اوكي. تمام كده، ايه اللي حصل الملف دوت؟
الملف ده اتعمل فيه ورك سيت. طيب تعالى نعمل سيلكت مثلا على الجريد دوت، الجريد ديت نشوفها محطوطه على انهي ورك سيت. لما نبص في الخصائص بلاقي حاجه اسمها ورك سيت شيرد ليفل. طيب تعالى نعمل سيلكت على اي حيطه، هلاقي ان الحيطه دي على انهي ورك سيت، على ورك سيت 1، على ورك سيت 1. طيب لو جيت ارسم حته جديده هتبقى على انهي ورك سيت؟ انا ارسم حته جديده خالص هلاقيها على ورك سيت اللي انا مختارها من هنا، اللي تحت ده اسمه اكتف ورك سيت. ده اول ما تفتح المشروع وانت شغال موضوع سنترال لازم تتاكد انت شغال على ورك سيت، يعني انت شغال مثلا على الشباك وتبدا بقى تشتغل. لو انت حطيت حاجه على ورك سيت مش بتاعتك لازم تبعت له ريكويست ويوافق عليها وما يوافقش. تمام، ادينا رسمت او اي حاجه. تمام، طيب انا دلوقتي عايز اشوف دي على انهي ورك سيت، هقف على الوول ديت واقول له قول لي دي على انهي ورك سيت، هلاقيها على ورك سيت اسمه ايه؟ اتش فيك. طيب انا دلوقتي الملف ده عايز اسيفه على الشبكه، على السنترال، على السيرفر. هاجي من الار فوق واقول له سيف از، هقول له سيف از بروجكت وابدا اسميه باي اسم واسيفه في اي مكان. يعني هسيفه مثلا على الديسك توب مثلا، او خلينا نسيفه على الاي، على وش الاي عشان تحس كده ان هو في الشبكه ولا حاجه. تمام، واسميه مثلا الدارين دوت ار في تي على الاي، يعني حد يفكرني بقى لو نسيت. تمام، بس اهم حاجه عشان يبقى سنترال ادخل في الاوبشن اتاكد ان هنا متعلم صح، ميك ذيس ا سنترال موديل افتر سيف، يعني اول ما يسيف ده يبقى سنترال موديل، يبقى ده الملف الاساسي، ملف السنترال اللي الناس كلها تدخل عليه. والماكسيمم باك اب انت محتاج يبقى ليك كام باك اب، كل ما زود الباك اب كل ما يبقى كويس. تمام، بس المشكله عذرا يعني ممكن تخليه واحد، يبقى انت هيعمل لك باك اب واحد بس. المشكله لو حصل مشكله مش تقدر تلاقي باك اب ترجع له. الباك اب لو زودت ما فيش مشكله غير في المساحه، هتلاقي مثلا المساحه اتاخدت عندك، تلاقي عندك مثلا باك اب بقى عندك كتير 20 باك اب، اضرب مثلا في قول 50 ميجا هتلاقي برضو مش حاجه. يعني احنا عندنا مساحات كل واحد ماسك 500 جيجا، فمش فارقه معاك ان انت تعمل باك اب كبير، فخلي 20 باك اب حاجه كويسه مش وحشه. تمام، هيفتح على اني ورك سيت، اللي هيفتح اوبن ورك سيت ديفولت، العادي بتاعه هيفتح على اني ورك سيت. تمام، اوبن ورك سيت الديفولت بتاعه ايه؟ اخر حاجه. تمام، هقول له اوكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، باشمهندس احمد علي. تمام، طيب هقول له سيف. يبقى عشان نتاكد الملف ده سنترال لازم افتح هنا ويبقى في علامه صح على ميك ذيس ا سنترال موديل افتر سيف، هقول له اوكي وروح مسيف كده. انا حولت الملف ده من ملف عادي اجي افتحه يقول لي ده ريد اونلي في واحد تاني فاتحه، لملف سنترال نقدر كلنا نشتغل عليه. تمام، طيب كده بقى ملف سنترال. ده الملف التاني احنا خلاص مش عايزينه. تمام، انا قفلته. خلينا نرجع الملف اللي احنا فاتحينه دلوقتي. هو كده انا بحوله للملف سنترال، عملت سيف از وعلمت على ميك ذيس فايل سنترال فايل افتر سيف، اعملوا لي ملف سنترال بعد ما تسيف على طول. تمام، في ملحوظه احنا قلناها في الاول اللي هي موضوع ان انت لو فتحت حاجه على 2013 مش هتفضل تفتحها 2012. الملحوظه الثانيه اللي احنا هنقولها دلوقتي ما تفتحش الملف، يعني دلوقتي عندي ملف سنترال. تمام، ما اجيش افتحه على طول كده، او افتحه اجي على الاي وراح داس عليه مرتين وراح فاتحه كده، انت تفتحه كملف عادي. تمام، انا عايز افتحه كملف لوكال، يعني هاخد منه لوكال، هقول له اوبن، اختار الملف بتاعي من على الاي دارين. شايف هنا في عندي اختيارين، الاختيار الاولاني اللي هو عامل زي بايند بيقول لي ديتاتش فروم ا سنترال، يعني افتح الملف ده مستقل عن ملف السنترال. كده انا هاخده معايا كوبي على الكوبي واخده معايا البيت، او احتفظ بيه كنسخه احتياطي لو حصل اي حاجه، او هبعته للزبون او العميل بتاعي. ده ديتاتش، ديتاتش يبقى انا هفصله عن ملف السنترال، اي شغل اعمله عليه مش هقدر اعمله سنكرونايزيشن على ملف السنترال، ده منفصل عن ملف السنترال. التاني اختيار كرييت نيو لوكال، يعني اعمل لي ملف لوكال، يعني خد لي ملف الدارين ده كوبي
تمام، وسيفهولي عندي على الجهاز بتاعي. بيسيفه فين؟ هنشوف دلوقتي المسار اللي هو بيسيف فيه. تمام، هيسيف لي النسخه عندي على الجهاز بتاعي. اول ما اعمل اول ما اقول له اوبن هيفتح لي ملف جديد في المسار اللي انا هقول له عليه. تمام، طيب اتفهمت. انا لو شلت كده وفتحت سنترال كده هرخم على بقيه الناس، هتشتغل هيحصل مشكله ان انا فاتحه سنترال، فلازم افتحه كرييت نيو لوكال عشان ما اثرش على شغل زمايلي. الاختيار الثالث يوديت. يوديت ده بيعمل ايه؟ بينظف الملف. ممكن تكون انت رسمت حاجات ومسحتها فما بقتش موجوده في المشروع، بس واخده من رامات البرنامج. فهو دي يوديت بفتحه مره مثلا كل شهر اروح معلم عليها. تمام، بس هو اصلا بيتقل الفتح شويه، هو اصلا كده كده الريف تقيل، فانا دي بعملها مره كل شهر ان الحاجه تبدا تتنظف. لو في حاجه فيها مشكله بينظفها. اقول له الدارين واقول له كرييت نيوكل. يبقى احنا نبهنا على موضوع ان انت ما تفتحش اصدار وانت محتاجه على اصدار اقل منه. يعني ممكن تكون شغال على حاجه في الشغل على 2012، ما تجيش تفتحها في البيت على 2013 وتيجي تفتحها في الشغل تحصل معاك مشكله. دي اول نقطه. تاني نقطه، ما افتحش ملف سنترال بغير ما اعلم على كرييت نيو لوكال. تمام، دي تاني نقطه. تالت نقطه، البرج بتاع الريفت اللي هو موجود في قائمه مانج ما حدش يستخدمه اثناء المشروع، استخدمه لما تخلص المشروع خالص وتفنشه عشان تبعته للعميل. تمام، وبعمله في الملف اللي خرج مني مش الملف اللي انا شغال عليه، الملف اللي انا عملت له ديتاتش وخلاص هبعته، حطيته على الاف تي بي وهبعته، ممكن اعمله برش. دلوقتي انا اقول له ايه؟ كريت نيو لوكال اوبن. ايه اللي هيحصل؟ هيعمل لي ملف في الدوكيومنتس بتاعي. تمام، ماي دوكيومنت، عمل لي ملف الدارين شرطه اسم اليوزر بتاعي. تمام، يعني هو بيدخل على سي يوزر، بيدخل على سي يوزر عمر دوكيومنتس. تمام، عمر ده اسم اليوزر بتاعك اللي انت بتسطب عليه الويندوز. هتقول له سي يوزر، تشوف اسم اليوزر اللي انت شغال عليه دوكيومنتس، هتلاقي فتح لك الملف اللي انت شغال عليه اندر سكور اسم اليوزر بتاعك دوت ار في تي. تمام، تمام. طيب انا دلوقتي هبدا اشتغل على الشغل بتاعي عادي، بس انا كده شغال ايه؟ شغال لوكال. لوكال انا مش عارف بس الناس مستوعبه الموضوع ولا لا. انا بعد اذنكم، اللي مستوعب الموضوع يدوس واحد، اللي مش مستوعب الموضوع عايزنا نكرره تاني دوس صفر. هو الموضوع بس جديد شويه، بس هو ما فيهوش اي حاجه. بعد اذنكم، اللي فاهم بس الموضوع بتاع السنكولايزيشن ما فيهوش مشاكل نكمل فيه دوس واحد، اللي حاسس ان احنا محتاجين نرجع له تاني دوس صفر. تمام، خلاص تمام. هو موضوع بسيط جدا، بس مشكلته الوحيده ان احنا ما شغلناش فيه باي برنامج تاني. يعني الاوتوكاد ما بيعملش كده، البرامج التانيه ما فيهاش برنامج، يعني الانفنتور ما بيعملش كده، سوليد وركس ما بيعملش كده. تمام، بس ماشي يا باشمهندس، هنحاول برضو ايه نراجع عليها تاني، مفيش اي مشكله خالص. تمام، طيب دلوقتي انا كده فاتحه كملف لوكال. تمام، عشان اقرب لك الصوره هفتحه تاني بس بيوزر تاني. ازاي اغير اليوزر؟ هاجي هنا هقول له اوبشن، بلاقي اسم اليوزر بتاعي هبدا اغيره، اسميه مثلا هنا ايه؟ عمر، عمر سليم. تمام، اوكي. لو فايل لوكيشن هنا دخلت ممكن اغير المسار اللي بيتحط فيه الملف اللوكال، ممكن اخليه عديه احتياطي، اخليه عديه بحيث ان هو لما يتعمل ملف لوكال يتعمل عديه. دلوقتي الموضوع ببساطه ان انا عندي ملف على الاي ده محطوط فيه ايه؟ محطوط فيه ملف السنترال اهو الدارين ده محطوط. كل ما هاجي افتحه واقول له كرييت نيو لوكال هيعمل ايه؟ هيفتح ملف الدارين ويعمل اندر سكور اسم اليوزر بتاعي اللي انا كاتبه في الريفت ويرموه لي هنا، يرموه لي في الماي دوكيومنتس بتاعتي. تمام، يعني لما اجي هنا دلوقتي تمام واقول له ايه؟ اوبن، هيعمل ايه؟ هيفتح لي كده يوزر تاني كأن انا شغال على جهازين، كأن انا شغال على جهازين، بحيث ان انا هبدا ابعت ريكوست من اليوزر ده لليوزر ده، هبعت ريكوست من اليوزر ده لليوزر ده، هبدا اعمل ورك سيت لعمر وورك سيت لليوزر التاني.
تمام. فهاجي هنا، ده الورك سيت بتاعت عمر اللي هي ناحية اليمين، وده الورك سيت ده التاني ناحية الشمال. تمام. طيب تعالى يا عمر، عايز اغير اي حاجة. انا هاجي هنا وعايز اغير ديت، عايز اغير الجريد دوت. اول ما اجي اغير ايه اللي هيحصل؟ جاب لي رسالة بيقول لي كانوت اديت ذيس اليمنت، ما تقدرش تعدل في العنصر ده غير لما تستأذن من اليوزر الاولاني اللي هو هند، لازم تبعت ريكويست. هقول له بليس ريكويست. انا دلوقتي بعاوز اعدل على حاجة مش موجودة على الورك سيت بتاعتي. تمام. هنا يظهر لي رسالة بيقول لي ده في واحد اسمه عمر سليم بعت لك ريكويست، توافق ولا ما توافقش؟ جرانت يعني موافق، ديناي يبقى مش موافق. هقول له وريها لي، انا مش عارف هي فين دي اصلا. هقول له شو، هيعمل لي ايه؟ هيجيبها لي ويعمل لي عليها زوم شويه. هقول له شو تاني. تمام. هو بيبدا بقى يجيبها لي من كذا مكان ويديني عليها هايلايت. لو انا موافق هقول له جرانت. يبقى العنصر ده بقى مع مين؟ بقى معايا انا، بقى معايا كعمر، ابدا اعدل فيه زي ما انا عايز. طب ازاي اتحكم فيه؟ اهو كده بقى معايا الحركه اللي انا حركتها دي، خلاص بقت شغاله معايا، وممكن احرك حركه كمان وثلاثه واربعه، العنصر ده بقى معايا انا. تمام. طيب لو انا جيت هنا ودخلت في الورك ست ديت، هلاقي كل حاجه مع اليوزر الاولاني، بس هلاقي يظهر لي في الفورور عمر سليم. عمر سليم استلف حاجه موجوده على ورك ست اسمها شيرد ليفل اند جريدز. عمر سليم بورور مستلف بيشحت. تمام. طيب هاجي هنا، انا دلوقتي انا اليوزر الاولاني، اليوزر الاولاني معايا كل حاجه. هقول له طب انا عايز الفاير والالكتريكال اسيبهم نون ايديتابل، يبقى انا كده ما بقتش اقدر اعدل في دول، لا اقدر اعدل في الالكتريكال ولا اقدر اعدل في الفاير. هدوس اوكي، دول خلاص ما بقوش معايا. هدوس هنا سنكولايزيشن. سنكولايزيشن هياخد الحاجات من الملف اللوكال يحطها في ملف السنترال، ده ملف السنترال اللي هو اي الدارين دوت ار في تي. اوكي خلاص كده انا عملت سنكولايزيشن واتنزلت عن اتنين ورك ست انا كنت شغال عليهم، الفاير والالكتريكال. تمام. طيب انا دلوقتي هعمل ايه؟ خلاص هاجي بقى على الجهاز بتاعنا واقول له اعمل لي سنكرونايزيشن. تمام. اجي هنا اقول له اعمل سنكرونايزيشن اهي. لما بعمل سنكرونايزيشن هاخد الحاجات اللي هناك. تمام. خلي بالك وانا بعمل سنكرونايزيشن بيديني شويه اختيارات هنا، ده بيقول لي لو انت مستلف حاجه عايز تسيبها ولا لا، لو متعلم صح هسيبها، لو شلت علامة صح يبقى انا كده مش هسيبها. يعني انا دلوقتي معلم صح يبقى انا الحاجه اللي مستلفها هسيبها، الجريد اللي انا مستلفه هسيبه. تمام. انا لما اعمل سنكرونايزيشن وادخل في الورك ست دلوقتي هلاقي في اتنين ورك ست فاضيين اقدر اخدهم ليا. تمام. هدخل هنا هلاقي انا عندي الالكتريكال والفاير دول فاضيين، محدش مع حد. هقول له اديتابل، بقيت انا اللي مالك ليهم، بقيت انا اللي مالك ليهم، انا بس اللي اقدر اعدل فيهم. اوكي. يعني هنا ده لو جه يعدل في الورك سيت على حاجه معموله على الالكتريكال او الفاير ما يقدرش يعدل، ده يقدر يعدل في الحاجات بتاعته بس. انا لو جيت اعدل في حاجه من بتاعه اليوزر الاولاني ما يقدرش، هيبعت لي رسالة يقول لي ايه لازم تستخدم اليوزر الاولاني. هنا يطلع له رسالة يقول له شو وريها لي اشوفها، لو انا مش موافق عليها هقول له ايه ديناي، يبقى انا كده التعديل ده مش هيبقى ماشي. تاني كده ملخص سريع للموضوع، تاني كده ملخص سريع للموضوع. تمام. موضوع السنكرونايزيشن ببساطة ان شاء الله يعني هحط لكم برضه فيديو تاني يشرح الموضوع برضه بطريقه تانيه. موضوع السنكرونايزيشن ان انا هيبقى عندي ملف سنترال
محطوط ملف سنترال محطوط على السيرفر، ملف سنترال محطوط على السيرفر. انا اول ما اجي افتحه هقول له كرييت نيو لوكال، كرييت نيو لوكال هياخد كوبي منه، هياخد كوبي منه ويروح حاطه فين؟ عندي على اللوكال بتاعي، وابدا اشتغل على ملف اللوكال. اول ما اقول له سنكرونايزيشن، اول ما اقول له سنكرونايزيشن هياخد الشغل بتاعي ويحطه في ملف ايه؟ السنترال، وياخد شغل اللي في ملف السنكرونايزيشن يجيبه عندي ويسيف على ملف اللوكال. تمام؟ وبعمل حاجه اسمها ورك سيت. طب ايه المشكله اللي حصلت؟ هو كلهم بيؤدي نفس الغرض، هو كله بيؤدي نفس الغرض، بس هو حسب المشروع بتاعك. تمام؟ يعني لو المشروع كبير هتضطر تعمل موضوع اللينك، لو الموضوع كبير، لو مشروع كبير هتضطر تعمل موضوع اللينك وتقسم المشروع بتاعك لكذا لكذا طريقه. تمام؟ انا فاكر ان حد بعت لي مشكله عن السب ديسبلين وشرحته في فيديو ازاي تعمل سب ديسبلين بالتفصيل حتى لو مش موجود معاك في الفيو، ورفعته على على الماوس البيم ورفعته على ملتقى الدارين. مفيش اي سيستم فاميلي للميكانيكا اللي اتحملت معايا. سيستم فاميلي؟ لا، هي سيستم فاميلي موجوده على طول اوتوماتيك يعني. طب ابعت لي الملف طيب نفسه اشوف ايه المشكله. السيستم فاميلي بتبقى موجوده على طول الا لو كان الملف اصلا معمول معماري، يعني الملف ممكن يكون معمول معماري فعشان كده السيستم فاميلي مش متحمله. يعني كان 2012 كان في ريفيت معماري مستقل فممكن ما تلاقيش السيستم فاميلي كان موجود فيه. تمام؟ ودي ممكن ندور على حل. يعني حلينا موضوع الديسبلين، سب ديسبلين، سب ديسبلين ما كانش موجود في فيو وقعدنا نحل فيه. طيب انت ممكن تعمل تمبليت كهروميكانيكال وتربطه بملف المعماري، تعمل ملف، او ممكن تعمل حاجه معينه. يعني دي طريقه ان انا هعمل ملف تاني واربطه بيه. الحاجه التانيه ممكن تاخد المشروع كله كوبي، تعمل سيلكت اول على كل حاجه وكوبي وتروح الناحيه التانيه تقول له بيست. تمام؟ يبقى انت كده عندك طريقتين. هي كل مشكله ليها 20 حل، مش حل واحد. تمام؟ بنقعد نجرب لحد ما بعد فتره بتوصل ان احسن طريقه تتعمل بالطريقه الفلانيه. تمام؟ فكل مشكله لها كذا حل. تمام؟ وجرب وابعتها لي، انت حضرتك معايا على الفيسبوك، فابعتها لي ونبدا نشوف ايه حل ليها. وزي ما رفت ما عملنا سب ديسبلين فيديو وبعتناها برضه نفس الطريقه. تمام؟ طيب نكمل ان شاء الله في موضوع ايه؟ سنكرونيزيشن. سنكرونيزيشن ببساطه انا دلوقتي كده فاتح ايه؟ كاننا فاتح جهازين. فاتح جهاز مهندس هند وفاتح جهاز عمر 3. تمام؟ طيب عمر دلوقتي بقى عنده ايه؟ عنده معاه الكتريكال يشتغل فيه براحته والفاير يشتغل فيه براحته. ممكن ابدا ارسم اي حاجه الكتريكال هنا. تمام؟ الكتريكال انا في الكتريكال وابدا اشتغل الكتريكال، اقول له سيستم كيبل تري وابدا ارسم كيبل تري. تمام؟ لو ما شغالش معايا غالبا ده هيبقى في في، غالبا في في كيبل تري مش ينفع. كيبل تري ظهر معايا. طيب يبقى ممكن يكون الفيو رينج. تعال نشوف ده نموذج للمشاكل اللي بتحصل. الفيو رينج هنا متظبط على 2300 بينما كنت برسم اعلى من 2300. الاحسن اقول له لحد الدور الثاني، ايا كان بقى الدور الثاني، الدور الثاني 3 متر 4 متر 5 متر، انت كمل لحد الدور الثاني معاك، واقول له انا عايز ارسم كيبل تري ثاني. هتلاقيه اترسم معاك. تمام؟ هذا كيبل تري. طيب امتى بقى يظهر هنا؟ امتى يظهر هنا؟ لو انا عملت هنا سنكرونيزيشن، لو انا عملت سنكرونيزيشن وهنا يجي يعمل سنكرونيزيشن تاني على نفس الفيو. اول ما السنكرونيزيشن ده يخلص هنا مش هيتقل الشبكه قوي. ليه؟ لان هو بيعمل سنكرونيزيشن بملف اللوكال اللي عندك على الجهاز والملف السيرفر، ما بيشغلش على ملف السيرفر على طول. هنا هاجي اعمل سيكولايزيشن واقول له اوكي. تمام؟ الاقي الكيبل تري ظهر معايا على طول. يعني انا دلوقتي مجرد ان انا اعمل سيكولايزيشن شغل بقيه الناس هيظهر معايا على طول. اي شغل الناس عملته هيظهر معايا اوتوماتيك. تمام؟ طيب لو جيت اعدل في الشغل دوت،
ماليش ان انا اعدل، هيقول لي لازم تبعت ريكويست لواحد اسمه عمر سليم. عمر سليم جالي ريكويست، انا شغال كهربا وكبر تري ده كهربا، ليه حد يبعت لي ريكويست في الشغل بتاعي؟ فالعادي ان انا اقول له ايه، اهمله، ما استنى لما هو تسيب باب التليفون ويقول لي والله انا عايز اعدل الحاجه دي عشان كذا كذا كذا، انما ما وافقش على اي حاجه. يعني انا دلوقتي انا شغال تكييف، لو واحد صاحب تكييف بعت لي ريكويست هوافق عليه، ليه؟ لان احنا الاتنين تكييف وهو ممكن يعدل الحاجات بتاعتي، انما واحد كهرباء عميل من كهرباء يعني واحد من قسم تاني، تمام؟ آه، ما ممكن يكون هي لا ان شاء الله اتحمل يا باشمهندس باذن الله بسرعه باذن الله. ممكن يكون هو مثلا ايه، حصل تعارض في الشغل بتاع السيلينج، فهو عايز يحرك الحاجات بتاعتي مش عايز يحرك الشغل بتاعه، تمام؟ ازاي مع المعماري مع الانشائي مع الكهروميكانيكال؟ مفيش اي مشكله خالص، ابدا بتمبليت يكون فيه التلاته، وبعد كده لو اشتغلت موضوع السنكولايزيشن هتظبط ورك سيت المعماري، ورك سيت الالكتريكال، ورك سيت التكييف، ورك سيت الانشائي، وتشغلوا كلكم مع بعض مفيش اي مشكله خالص. او المعماري هيعمل ريفت خاص بيه، والانشائي ريفت خاص بيه، وكهروميكانيكال ريفت خاص بيه، وتعملوا لينك مع بعض. وموضوع الكوردينيشن بيشتغل حتى في موضوع اللينك، يعني لو في لينك مفيش اي مشكله خالص، برضه هيتعمل موضوع الكوردينيشن هيشتغل بدون اي مشكله، ما فيهاش ان شاء الله مشكله خالص، تمام؟ الله المستعان. طيب احنا كده فهمنا الفكره ببساطه، ان انا موضوع ان انا هرسم حاجه واعمل سيكولايزيشن هياخد شغل من ملف اللوكال احطه في ملف السنترال، اي حد يعمل سيكولايزيشن الشغل ده هيظهر عنده، تمام؟ طيب لو انا جيت دلوقتي وشفنا مثال عملي بين جهازين دلوقتي، تمام؟ لو انا جيت هنا قلت في كوربريت وبدات ابص على الاختيارات، اول حاجه دي حاجه مهمه قوي، انت هتشتغل على انهي ورك سيت؟ اي حاجه ترسمها جديد هترسم على الورك سيت دوت. يعني خلينا نختار الكيبل تري، لما رسمناه كنت انا مختار ان انا شغال على ورك سيت الكتريكال، فلو بصيت في الخصائص هتلاقي ورك سيت الكتريكال، وتلاقي المالك بتاعها عمر سليم، تمام؟ فدي بتاعت انا، ماشي. طيب نرجع تاني لكوربريت ورك سيت، بلاقي هنا عندي شويه اختيارات، لو انا في ورك سيت عايز اسيبها بقول له نون اديتابل، يعني انا مش الشباب انا اللي ماسكها، اي حد هيجي بعديه يقدر يمسكها، تمام؟ دي مشكله ان اي حد دلوقتي، ودي غلطتي انا، انا دلوقتي شغال تكييف يبقى لازم ابقى ماسك كل ورك سيت بتاعتي، الكتريكال يبقى ماسك اي ورك سيت بتاعتي برضه ابقى ماسكها، اي حاجه تبعي لازم امسكها، اعلم اديتابل وتبقى معايا، لو حد استلف مني هتظهر معايا ان هو بورور ليا، تمام؟ عذرا. باجي هنا بلاقي عندي حاجه اسمها فاميلي، ايه الفاميلي؟ دي كل الفاميلي، انا بشوف ايه الحاجه اللي تبعي وامسكها، يعني انا عندي دلوقتي كيبل تري، اروح معلم عليهم، تمام؟ كل الكيبل تري واقول له ايه اديتابل، يبقى دي محدش يقدر يحمل فاميلي جديده او يعدل في الفاميلي غير لما يستاذن مني. ممكن يكون مثلا احنا محملين وليكن مثلا مكنه مثلا الهاند يونت بتاع التكييف، فالمهندس بتاع الكهرباء عايز يعدل فيها حاجه، لا لازم يبعت لي ريكويست، ما ينفعش يعدل فيها حاجه غير لما يستاذن مني، لازم يقول لي انا وانا اعدل فيها، تمام؟ او يبعت لي ريكويست وانا استاذن من ويستاذن مني، تمام؟ فدي حاجه هتحكم الشغل بتاعي ان ما يبقاش فيه اي مشاكل خالص. ده موضوع الفاميلي. يبقى انا اول ما هدخل اتاكد ان الورك سيت بتاعتي معايا، اتاكد ان الفاميلي معايا. تاني حاجه الفيوهات، احنا اتفقنا ان في عندي فيوهات 3 دي، وعندي في حاجه اسمها فلور دور عادي، وعندي حاجه اسمها سكاشن، وعندي حاجات اسمها سيلينج، تمام؟ بتاكد انها معايا، يعني بشوف ايه الحاجات اللي معايا، يعني انا الكتريكال اعلم على كل الالكتريكال الموجود واخليه معايا، انا ابص على الالكتريكال، تمام؟ اشوف ان الالكتريكال اهي، اعلم عليهم واقول له ايه اديتابل، كده خلاص الالكتريكال دي المالك بتاعها هو عمر سليم، تمام؟ دي اول حاجه. اخر حاجه بالنسبه لي احنا كده قلنا اليوزر كرييت اللي هي الورك سيت، الفاميلي اللي احنا شغالين عليها، الفيوهات اللي هي في الجنب ديت اللي هي الفلور او السيلينج او 3 دي او السكاشن، البروجكت ستاندرد دي حاجه مهمه قوي اللي هي ايه، ارتفاعات الكتابات، ارتفاعات الاسهم، اشكال الاسهم، في عندنا حاجه مهمه قوي اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما نسيت، شيرد برامتر، شيرد برامتر، في عندي يعني حاجات كتير قوي ممكن اي حد يخش يعدل فيها، اليونت،
فالمفروض بقى حاجه اسمها واحد في الشركه كله اسمه بي اي ام مانجر، المسؤول عن الحاجات دي كلها، كل دي بياخدها ليه بحيث ما حدش يقدر يعدل غير هو، لان لو عدلت في كتابه هتعدل عند كل الناس. هجاوب بس اسئله وارجع تاني. لما اشتغل على التمبليت الديفولت تجميع تشتغل معايا، مفيش اي مشكله خالص، بس هتشتغل على التمبليت. التمبليت بيبقى ار تي اي، خليه افتحه، خليه مشروع، خليه ار في تي. التمبليت ده موجود ولا هيتعمل؟ انت المفروض انت كل واحد بيعمل تمبليت خاص بيه، تفتح مشروع نظيف محترم تكون انت عامله وتظبطه على قد ما تقدر من قائمه مانيش، هنشوف مع بعض ازاي. وبعد كده مجرد بس بتقول له سيف، بتلاقي عندك يا اما بروجكت يا اما تمبليت بروجكت، بتختار تمبليت بروجكت لا اكتر ولا اقل. يعني ان انت تعمل تمبليت مش قصه، مجرد هتختار تمبليت بروجكت. تمام. طيب انا دلوقتي عندي الاربع حاجات دول قلناهم، يوزر كرييت، فاميلي، فيو، بروجكت ستاندرد. بروجكت ستاندرد دي الحاجات الاساسيه في المشروع، لو عدلت فيها هتاثر عند بقيه الناس، فلازم واحد بس هو اللي بقى مسؤول عنها. تمام. بلا عندي اختيار اسمه جراي ان اكتف ورك سيت جرافيك، ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي الحاجات اللي مش تبعي تمام تبقى بلون لونها باهت شويه. يعني بص، الحاجات اللي مش تبعي بقى لونها باهت، الحاجات اللي مش على الفيو اللي انا شغال عليه، خلينا نختار الكتريكال بقى شغال. يعني الحاجات اللي مش على الورك سيت اللي انا اكتف عليها بتبقى لونها باهته. الحاجات يعني انا دلوقتي الكتريكال، فدي ظهر الكيبل تري ظهر معايا، لما اقول له فاير اللون كله هيبقى باهت. تمام. فدي بتبقى حاجه كويسه بحيث ان انت تشوف ايه الحاجه اللي مش معاك وايه الحاجه اللي معاك. تمام. ده بالنسبه للجزء دوت. طيب باجي ابص هنا بلاقي عندي حاجات سينكرونايزيشن اند موديفاي سيتنج وسينكرونايزيشن ناو. سينكرونايزيشن اند موديفاي سيتنج لما بتدوس عليها بيجيب لي القايمه ديت، بيقول لي في حاجات انت مستلفها عايز تسيبها ولا لا، بشيل العلامات دي، انا مش عايز اسيب حاجه، اي حاجه انا مسكتها حد اداني حاجه انا ما بحبش اسيبها، سلف تلف والرد خساره، فانا ما بسيبش حاجه. تمام. وده المكان اللي هعمل عليه، ده ملف السنتر اللي هعمل عليه سينكرونايزيشن. وهنا سيف لوكال فايل، يعني بعد ما تعمل سينكرونايزيشن اعمل سيف ملف اللوكال. تمام. طب الاختيار الثاني سينكرونايزيشن ناو، بيعمل سينكرونايزيشن من غير ما يسالني على اي حاجه خالص، بالاختيارات اللي موجوده فوق بقول له سينكرونايزيشن ناو، ما بيسالنيش حاجه خالص، لا بيعمل سينكرونايزيشن على طول. تمام. ريلود ليتست بيعمل ايه؟ بيروح على ملف السنترال ياخد لي اخر حاجات موجوده هناك، بياخد لي اخر حاجات موجوده هناك. تمام. يعني السنكرونايزيشن كان بيعمل 3 حاجات، هو كده هيعمل حاجه واحده من 3 حاجات، هياخد لي الحاجات اللي موجوده في ملف السنترال وشغل انا مش هيبعته هناك. تمام. يعني شغل انا مش هيبعته ملف السنترال، بس الشغل بتاعي الشغل بتاع الناس التانية هيجيبه عندي. يعني هيعمل حاجة واحدة من 3 حاجات، هياخد الحاجات اللي على ملف السنترال ويجيبها لي، انما حاجات انا مش هوديها. ده ريلود ليتست. ريلينكش اول ماين، يعني ريلينكش يعني الحاجات اللي انا ماسكها كلها هسيبها. يعني انا دلوقتي كنت شغال في مشروع واقول لا معلش احنا مزنوقين وبتاع وكده، اروح مشروع تاني، فاعمل واحد تاني هيدخل بدالك، بعمل ريلينكش بس بسرعة، اقول لزميلي الحق امسك الورك ست عشان ما حدش من الاعداء يمسكها، تلحق انت تمسك كل الورك ست بتاعتنا احنا. تمام. فهو ريلينكش لو انا سبت الشركه او انا سبت المشروع او المدير قال لي روح مشروع تاني. تمام. طيب دول كده احنا خلصناهم. بلاقي عندي حاجه شو هيستوري، يعني ايه شو هيستوري؟ يعني وانا شغال حصل حاجه ولقيت الملف ضرب، عايز اعرف مين اخر واحد عمل سيكولايزيشن، بقول شو هيستوري وراح فاتح الملف واقول له ايه اوبن، بيجيب لي قايمه باخر ناس عمل سيكولايزيشن في الملف دوت. فبلاقي ده في بتاع كذا واحد عمل كذا، والساعه اللي بعديها واحد عمل كذا، جايب لي وقت كل واحد عمل ايه، فاعرف مين اخر واحد عمل المصايب ديت، وممكن اعمل لك سبورت واروح ابعتها للمدير بتاع الشركه وابيع صاحبي بقى زي ما انا عايز. تمام. ده شو هيستوري. تمام. ده كده انا بضمن ان انا عارف مين اخر واحد دخل وغاظ في الشغل او عمل حاجه في الشغل مش منطقيه. ريستور باك اب بيعمل لي ايه؟ انا دلوقتي واقف عادي في الملف بتاعي، تعالى ندخل مثلا على الايه، ملف الدارين اتعمل له ملف باك اب اهو. تمام. بدخل على الملف دوت بلاقيه فاضي خالص، هو في ملفات بس مش ظاهره معايا هنا. تمام. بقول له اوبن، يعني هي فاضيه، ما انت تتخيلش ان هو هيديك ملف وانت تدوس عليه، لا هو انت بتلاقيه فعلا فاضيه،
بيجيب لي دي بيقول لي ده انا احتفظ لك بكذا نسخه باك اب، في نسخه النهارده الساعه كذا، وفي نسخه قبلها ب 10 دقائق، وفي نسخه قبلها بنص ساعه. تمام، بختار اخر نسخه انا عايزها اللي انا حاسس ان ما فيهاش مشاكل. يعني ممكن تكون مثلا مشكله ظهرت من 3 ساعات، اختار الملف الباك اب اللي من 4 ساعات واقول له سيف از، وراح مسافه في مكان تاني باي اسم تاني. تمام، بحيث يبقى انا عندي باك اب للمشروع اقدر اشتغل عليه. ريستور باك اب، لو انا شغال على ملف ضرب بقول له ريستور باك اب وارجع اخد اخر ملف احنا كنا شغالين عليه. اديت ريكويست، بيجيب لي لو حد بعت لي ريكويست بيقول لي دي الريكويستات اللي الناس بعتها لك ودي الريكويستات اللي انت بعتها للناس. تمام، طيب الله يكرمك يا باشمهندس سرور، شرفتنا يا باشمهندس. طيب اللي فات كله، في حد عنده اسئله في موضوع السيكولايزيشن او اي موضوع تاني؟ يعني نتقبل الاسئله قبل ما نكمل. لو حد عنده اي سؤال او في حته مش واضحه عايزنا نقولها تاني يعني بعد اذنكم يكتبها. جزاكم الله خير يا باشمهندس محمد، الله يكرمك يا باشمهندس رحمه المهدي. لو حد عنده اي سؤال او في حته مش واضحه عايزنا نكررها قبل ما نكمل. احنا خلاص يعني بالظبط نصنا 8 ساعات ونخلص. لو في اي جزء مش واضح في موضوع السنكرونيزيشن او جزء مهم، لان اغلب الدورات مش موجود فيه موضوع السنكرونيزيشن بيعتبروه ادفانسد، بينما انت لما بتروح الشركه لازم تشتغل عليه. فربنا يكرمهم المسؤولين عن منطقه دارين قالوا لازم يبقى موجود في الكورس، فقلنا خلاص نشرحه ان شاء الله. فلو مش واضح اي نقطه يا ريت نعمله، لان فعلا لما تشتغل في اي شركه لازم يقول لك موضوع السنكرونيزيشن انت فاهمه ولا مش فاهمه، جربته ولا ما جربتوش. لو مش عارف تجربه عندك في البيت حاول تفتح حتى من ريفت وتشتغل عليه. الله يكرمك يا باشمهندس اشرف. تمام، حاول تفتح اتنين ريفت وتشتغل عليه. لو تقدر تعمل شبكه وتشتغل انت مع زميلك، مجرد بس هتجيب توصل كابل بينك وبين زميلك وتجربوه مع بعض، هتبقى لذيذه، هتحس فعلا بمتعه وان انت بتعمل حاجه مش موجوده في بقيه البرامج، مش موجوده في الاوتوكاد ولا بقيه البرامج. نادرا لما تلاقي في برنامج موضوع السيكولايزيشن وموضوع الورك شيرنج والحاجات دي. تمام، طيب لو حد عنده يسأله مش عايز يسأله دلوقتي، ممكن على الصفحة بتاعتنا في ملتقى الدارين نتقابل الأسئلة إن شاء الله. وزي ما شفتوا كان في بعض الأسئلة محتاجة توسع، فشرحناها في فيديو مستقل ورفعناها تاني. وإن شاء الله برضه زي ما قلنا لكم المشروع كله بإذن الله هيبقى مشروح فيديو بكذا طريقة، يعني بنحاول نعمله كذا طريقة ونرفعه بإذن الله عشان بس إيه ما نضيعش وقتكم. نشرحناه في محاضرة بس أنا حاسس إن إحنا لو شرحنا المشروع كله هيهنج منكم. تمام، فالله المستعان. طيب هنكمل إن شاء الله مع بعض. والبوكشنج يعتبر قرب يخلص يعني، بس في بعض الاجزاء لازم نقولها. تمام، طيب في حاجه مهمه قوي تحت، احنا قلنا الحاجات التحت ديت، قلنا هنا ببدا اشوف هنا الوحده بتاعتي، يعني شغال واحد ل 100 ولا واحد ل 200 ولا واحد ل 20. واوتوماتيك لو في اي تكست موجود او اي تاج بيتعادل اوتوماتيك مع تعديل السايز. هنا قلنا دي الديتيل، درجه التفاصيل بتاعتي، كورس ولا ميديوم ولا فاين، درجة التفاصيل يعني الكورس دي هتبان كل حاجة معايا سنجل، الأعلى منها الميديم، في حاجات هتبان سنجل وحاجات هتبان دبل. تمام، الفاين كله بيبان معايا دبل. هنا دي بيديني درجة وضوح أكتر، يعني بيديني شدة للحاجة، بيديني ألوان حقيقية للحاجة. الواير فريم ده أقلهم، بيخليني أعمل سيلكت لحاجة تحت حاجة تانية، يعني مجرد أي حاجة بيبين لي الحدود بتاعتها بس من جوه بتبقى مفرغه. الهيدن لاين لا، كل حاجه بتبان حقيقيه، ولو هي سوليد بتبان سوليد. الشيدد بيبدا يديها شيدد، بيدي كلر، بيدي ريليستيك، بيبدا يدينا حاجات اقرب للوضوح كل ما بنزل. هنا الشمس، لو انا عايز ابدا اشتغل بالشمس فانا بس اقول وابدا اظبط الشمس بتاعتي، ادي الشمس. تمام، ممكن ابدا احرك الشمس كده. تمام، عايز تشوف الظل، الزرار اللي جنبيه باجي هنا اقول له ايه شغل لي الظل. تمام، لو في شغل هيبدا الظل بقى يظهر معاك. تمام ماشي، لو انت عايز تظبط الشمس سان سيتنج، ببدا اظبط الدوله بتاعتي، ببدا اظبط اليوم التاريخ، ممكن ابدا اظبط الاضاءه بتاعتي 35 ل 35 الزاويه بتاعتها. ممكن اقول له في يوم معين، اليوم اللي هو فلان الفلاني عايز اشوف الشمس هتبقى عامله ازاي.
بدرس الطاقة بتاعتي والشمس بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. ماشي تمام. طيب اللي بعد كده احنا برضو قلناها اللي هي كروب فيو، ممكن اقول له شو كروب فيو وابدا اقول له مثلا انا مش عايز اشوف الحته دي كلها، لا ده انا عايز اشوف لحد هنا. تمام. وممكن الغي اعمل كروب فيو، يعني الغي الحاجات الزياده اللي فوق او ما الغيهاش، ده كروب فيو. وبعد كده الاثنين دول بتوع الهيدن احنا اتكلمنا فيهم من شويه. اخر حاجه بقى الورك شيرنج ديسبلاي. ايه الورك شيرنج ديسبلاي ديت؟ تعال نشوفها. تمام. الورك شيرنج ديسبلاي بيقول له مثلا ايه شيك اب ستيت، بيعمل لي ايه؟ انا عندي كذا اختيار هنا، عندي شيك اب ستيت والونر. تمام. تعال نشوف الاوبشن. بلا عندي شيك اب ستيت، الحاجات اللي ملكي هتبقى بلون اخضر، الكيبل تري اللي فوق ده لونه اخضر، الحاجات اللي مش ملكي تبقى باللون دوت، تمام، اللون الاحمر ده. الحاجات اللي مش ملك حد هتبقى باللون الازرق. ممكن اقول له ما تظهرهاش، يعني اقول له ما تظهرش الحاجات اللي مش تبعي، ما تظهرش الحاجات اللي تبعي، يعني ابدا اعمل اظهار وعدم اظهار من هنا. وممكن اغير اللون، يعني اقول له مثلا اللون الازرق ده خلوه لي مثلا اصفر. تمام. فدي حاجه كويسه بالنسبه لي انها لو انا عايز عندي شغل كتير وعايز اشوف ايه اللي تبعي وايه اللي مش تبعي، ايه اللي على الورك سيت اللي بتاعي وايه اللي مش على الورك سيت بتاعي، باجي هنا اقول له شيك اوت ستيت. عندي حاجه اسمها ونر، يعني لو انا عندي كذا يوزر هيجيب لي كل يوزر بلون، كل يوزر بلون. اجي هنا ديسبلاي سيتنج الونر، ممكن يبقى عندي كذا يوزر فكل يوزر هيبقى ايه محطوط اللون، ابدا اعرف كل واحد معاه الحاجات ايه. تمام. دي حاجه لذيذه برضه. موديل ابديت هجيب لي اخر حاجات اتعمل لها، يعني الحاجه لو في حاجه اتعمل لها ابديت هيديني بلون معين ليها. يعني لو انا شغال عملت سيكولايزيشن وحاسس ان حاجه اتغيرت بس انا مش عارف ايه اللي اتغير، بروح مختار موديل ابديت فيجيب لي الحاجات اللي اتعمل لها ابديت بلون ازرق، الحاجات اللي اتلغت بلون احمر. يعني ايه ابديت؟ اي حاجه حصل لها تعديل تبقى بلون ازرق، اي حاجه اتلغت هتبقى بلون احمر. تمام. ورك سيت دي كل ورك سيت هتتعمل بلون، يعني هاجي هنا اقول له ايه ورك سيت، هيبدا يعرض لي كل ورك سيت بلون معين. تمام. وممكن اغير الالوان، يعني حاسس ان اللون ده قريب من ده اروح داخل هنا واقول له انا عايز اخلي مثلا الورك شيرنج ده مش اللون دوت، لا ده انا عايز اخليه مثلا احمر. اوكي. تمام. فيبدا اللون بقى يظهر شويه. دي فكره ببساطه من موضوع ايه ان انا عندي ورك شيت شيرك ورك شيرنج ديسبلاي، لو انا عايز اعمله اوف هختار ورك شيرنج ديسبلاي اوف. تمام. طيب لو انا جيت اقفل المشروع بتاعي جاب لي رساله، انا جيت اقفله فجاب لي رساله، ايه الرساله ديت؟ بيقول لي عايز تعمل سيكولايزيشن، انت في حاجات عملتها وما عملتش سيكولايزيشن، تحب تعمل سيكولايزيشن والسنترال دلوقتي ولا سيف لوكال ولا ما تسيفش؟ يعني ممكن تسيف لوكال، ممكن تسيف في السنترال، ممكن ما تسيفش خالص. انا اقول له مثلا ايه سيف في السنترال، فبيقول لي طيب انت في حاجات انت كنت مستلفها تسيبها ولا ما تسيبهاش؟ صح ان انا اسيبها، يعني اساس هو يعرف يشتغل، يعني انا مستلف في حاجات من واحد في بلامنج مثلا ساب لي حاجه جدعانه فهسيبها له او هرجعها له بمعنى صح. تمام. طيب هو كده بيعمل ايه؟ بيعمل سيكولايزيشن، بيشوف الشغل بتاعي يبدا يبعته هناك اللي ملف السنترال، لان كل شغلي على ملف اللوكال. تمام. هو دلوقتي قفل. طيب هاجي افتحه تاني ليه؟ لهذا حكمه هنعرفها مع بعض دلوقتي. انا دلوقتي كده افتح ملف الطريق وقلت له كرييت نيو لوكال، لازم اعلم على العلامه دي، لو ما علمتش هتحصل مشكله. جاب لي رساله، ايه الرساله دي وليه ما ظهرتش معايا المره اللي فاتت؟ بيقول لي انا مش عارف اعمل في ملف بنفس الاسم، يعني انا جيت اعمل ملف لوكال على سي يوزرز عمر دوكومنتس اللي اسمه الدارين شرط عمر سليم، لقيت في واحد بنفس الاسم. تحب نعمل ايه؟ نعمل لك اوفر رايت. يعني ايه اوفر رايت؟ يعني هنلغي القديم ونحط الجديد مكانه، اوفر رايت. تمام. او حاجه تانية اسمها ابند تايم ستامب. ايه ابند تايم ستامب؟ انا عندي شويه برد كده خفيف فالنطق غريب شويه. ابند تايم ستامب تو اكستنشن فايل نيم، يعني ايه؟ يعني الملف القديم هحط الاسم كله وازود عليه التاريخ، والملف الجديد هحطه من غير تاريخ. يعني الملف القديم
كأنه بقى باك اب ليا، تمام، في الملف اللي هو باك اب، في الملف اللي هو اللوكال. الملف الجديد هيبقى باسمه عادي خالص بدون اي حاجه بعديه. الملف القديم هحط له التاريخ بعديه. طيب اوفر رايت هيلغي الايه القديم واحط الجديد مكانه، تمام. انا على طول بختار ابند تايم ستامب. ليه؟ كنوع من الاحتفاظ بالباك اب، مش مشكله المساحه عندي، بس المهم ان انا ما فيش شغل عندي كتير، تمام. فاقول له ابند تايم ستامب ونشوف ايه اللي يحصل دلوقتي. اللي حصل اهو، الملف القديم اللي انا كنت شغال عليه من شويه خد تاريخ، يعني بقى اسمه الدارين شرطه عمر سليم شرطه، التاريخ 24 جنيوري 2013، ربنا يعدي 30 جنيوري على خير. وبعد كده ده تقريبا الثواني 23، تمام 28. طيب كده فتح معايا خالص اهو بدون اي مشاكل خالص، وعمل لي ملف باك اب بحيث لو عايز ارجع له، لو انا وانا شغال حصل مشكله اقدر ارجع الملف القديم، تمام. طبعا مش مشكله النور يقطع، النور ما بيقطعش خالص في مصر، تمام، ما بيقطعش اصلا يعني، تمام، ربنا يستر علينا في رمضان. طيب انا دلوقتي بدات اشتغل عادي خالص، الحاجه دي تبعي فاقدر احركها بدون اي مشاكل، مش هيقول لي عليها اي حاجه لان هي موجوده على ورك سيت الكتريكال. وانا بعمل سيكواليزيشن اخر مره قلت له سيب اي حاجه ماسكها، اجي هنا اقول له الكتريكال فاير انا عايزهم معايا، تمام، خلاص الحاجات دي تبعي اقدر اعدل فيها بدون اي مشاكل خالص. انا سبتها المره اللي فاتت، سبتها وحد تاني اللي هيمسكها. طيب لو انا رسمت اي حاجه على الالكتريكال دي هتبقى تبعي، تمام. طيب انا دلوقتي مثلا لو رسمت كيبورد تري اهوت، كيبورد تري هو مش ظاهر لسبب هقول لكم عليه دلوقتي، يعني لو رسمته هنا 2700. طيب تعال نشوف اللي مش ظاهر الفيو رينج. طيب هنا اقول له ده خليه على ارتفاع 3 0، اوكي. اجي هنا اقول له كوبل تري وابدا ارسم كوبل تري عادي، الفين سبعمية. طيب ممكن يكون مشكلة في الارتفاعات او في مشكلة احنا لاغيين كوبل تري. طيب خلي دي 2500. طيب هو ده ايه ده دول. يبقى هو الكيبل تري مخفي من الفي بي. ندخل في بي نبص على الكيبل تري ظاهر الورك سيت هنا فيزابل، الفلتر مفيش فلاتر موجودة. طيب ايه اللي اشمعنى بقى الكيبل تري مش ظاهر معايا؟ نبدأ نبص. انا اولا واقف على انهي دور؟ انا واقف على انهي دور؟ الدور ده، الدور ده كام؟ لازم ابقى عارف انا واقف على انهي دور. ده الدور بلين كاستم شو ديتيل نيم كلين اركتكشر، وده في اركتكشر اركتكشر. لو فتحت الدور دوت انا واقف في الدور ده اللي هو الدور التاني، تمام. طيب لما هرسم كوبل تري ألفين وخمسمية مش ظاهر. طيب نبدأ نشوف ايه السبب ان هي مش ظاهر مع بعض كده. الفيو رينج احنا بصينا فيها، هقول لك انا مش ظاهر ليه، لان هنا متعرف على ان هو معماري، الفيو ده متعرف ان هو معماري، لو الديسبلين متعرف ان هو معماري. فانا لو قلت له هنا خليه الكتريكال، قط بلان مبيبقاش بالمعنى بتاعه، قط بلان قط بلان في لما بيبقى الديسبلين بتاعه معماري اي حاجه فوقيه ما بتظهرش، تمام، بيبدا يرخم في الموضوع دوت. انما لما بيبقى ميكانيكال او الكتريكال ما بتفرقش معاه، بيبقى قط بلان مش بنفس القوه في المعماري، قط بلان بيفرق معاه قوي، موضوع قط بلان بيفرق في المعماري، في الكهرباء ميكانيكال ما بيفرقش، تمام. طيب نشوف لو في حد عنده اسئله. طيب كمل ان شاء الله. طيب احنا خلاص عرفنا يعني حاجه ما ظهرتش، بتاكد ان انا مش على الديسبلين يكون معماري، تمام.
طيب لو انا جيت اقفل موضوع الريفت دوت وقلت له سيف لوكال، جاب لي الرساله دي. الرساله دي بتقول لي ايه؟ ريلينكش ولا كيب ورك اونر شيب؟ كيب اونر شيب يبقى احتفظ بكل الحاجات اللي انا كنت ماسكها، يبقى احتفظ بكل الحاجات اللي انا كنت ماسكها. ريلينكش يبقى اسيب الحاجات كلها. ريلينكش يبقى انا كده خلاص هسيب المشروع كله، يعني مش بقفل المشروع، لا ده انا بقى بعمل ريلينكش، بسيب كل اللي انا ماسكه. ممكن يكون مثلا انا هغيب اربع وخميس وجمعه، اربع وخميس وجمعه، ففي زميلي جاي اربع وخميس وجمعه، فهو تكييف وانا تكييف، فبيقول لي اعمل ريلينكش عشان انا امسك الحاجات ديت وما اضطرش افتح جهازك، اعمل ريلينكش عشان اشتغل بدالك وامسك الحاجات دي بدالك. فبعمل ريلينكش وهو بسرعه يلحق قبل ما الاعداء يخشوا يمسكوا هم الورك سيت، ياخد هو الحاجات وياخدها عنده، يبدا يحط اسمه على الحاجات ديت. لو قلت له كيب اونر شيب بحتفظ بالحاجات بتاعتي معايا، فاقول له كيب اونر شيب. تمام، ده بالنسبه لموضوع الورك شيرنج. وان شاء الله لو في اي اسئله انا تحت امرك في اي حاجه ان شاء الله. لو حد عنده اي سؤال في موضوع الشيرنج او غير موضوع الشيرنج او في الريفت عموما او في اي حاجه، ان شاء الله نستقبل الاسئله. لو حد عنده اي اسئله في اي حاجه ان شاء الله في اللي فات او في اللي جاي، او عايز اي حاجه ان شاء الله يكتب بس السؤال كده ان شاء الله ونجاوب عليه باذن الله. الله المستعان. الله يكرمك باشمهندس اشرف. الله يكرمك. لو حد عنده اي اسئله في موضوع السنكرونيزيشن، لان هو فعلا من المواضيع المهمه ولازم هتتعرض ليها، سواء كهروميكانيكال او معماري او انشائي، طيب هو ملخص سريع لحد ما حد ربنا يكرمنا كده حد يسأل الأسئلة. الفاميلي والتفاصيل الحمد لله كلهم اترفعوا، يعني كلهم اترفعوا ان شاء الله هحط لكم الوصلة بتاعتهم. التفاصيل في حدود 3 جيجا اوتوكاد، تمام، عرفنا ازاي نحولها من كاد لريفيت. الفاميلي اكتر من 9 جيجا الحمد لله اترفعوا كاملا على موقع جوجل درايف. ان شاء الله برضه هحط لكم الوصلة بتاعتها باذن الله النهارده قبل ما انام باذن الله. ان شاء الله النهارده اترفعت كاملة 9 جيجا، تمام. هتلاقي بقى فيها كل حاجة، معماري انشائي كهروميكانيكال، المكن بكل التفاصيل بتاعتها. كانت في بلاجن دي يعني زي الاسباية صغيرة بس بتشتغل في الريفت. الاسبات دي في الاوتوكاد، في الريفت عندنا حاجة اسمها بلاجن. البلاجن البلاجن ده عبارة عن أداة صغيرة بتتصطف في الريفت. تمام، لو انت بصيت معايا هنا، تمام، بتلاقي حاجة اسمها ادنس. ادنس دي اللي هي البلاجن، هتلاقي حاجات انا مسطبها بتبقى سريعة معايا، زي مثلا كرييت 3 دي سيكشن. اول ما برسم سيكشن بيتحول هو لل 3 دي على طول. تمام، اكسبورت فيو، تمام، بيديني شوية امتيازات اكتر. من ضمن الحاجات الكويسه، واعتقد ان انت كل شويه واحد هيقول لي تجيبها منين، هي موجوده ببساطه، حاجه اسمها كرييت كات اوبن. يعني لو عنده اي ضغط او بايب خابط في حيطه هو يعمل لي الفتحات في قلب حيطان. تمام، فدي حاجه لذيذه جدا، يعني دي لو انت حاولت تعملها مانيوال هتاخد منك وقت كتير قوي. فالاداه دي هي بلاجن بسيطه خالص وبتعمل الموضوع دوت. تجيبها منين؟ من قائمه فيو يوزر انترفيس، قول له ريسنت فايل، هتلاقي عندك حاجه اسمها اكسشينج اي بي بي اس. تمام، دي اول ما بتفتح بيدخلك على الموقع اوتو ديسك، بتحمل البلاجن اي بلاجن انت عايزها، اغلبهم ببلاش، ولو في حاجه بفلوس بتبقى بدولار ب 2 دولار 10 دولار بس، يعني حاجات رخيصه مش غاليه. تمام،
شغال على التمبليت الديفولت، بس بصراحة جزء التجميع كان عايز اعرفه، بس اعتقد انه طويل. معلش يا باشمهندس محمد، تقصد ده بجزء التجميع ان كنا نشتغل على نفس الملف، ولا يعني مش عارف، بس مقصود بايه جزء التجميع؟ هو مفيش حاجه بتاخد وقت، هو مستر ريفيت ان هو ذكي جدا وتقدر تتعامل معاه، فانت لو حاجه بتاخد وقت بنعمل لها طريقه بحيث ان هي تتعمل مره واحده وخلاص. يعني الحاجات اللي هي بتاخد وقت بظبطها في التمبليت، بظبطها بحيث ان هي ما تاخدش منه وقت خالص، تمام؟ فيعني حتى اي حاجه بتاخد وقت بندرسها بحيث ان هي ما تعملش مره واحده. في حاجات كتير كانت بتاخد وقت، بدات ايه اظبطها في الفاميلي، اظبطها في جدول، اظبطها في الاسكادولات، الاقي لها طريقه بحيث ان انا ما اضطرش ان اعيدها تاني، تمام؟ أثر المعماري والتأثير الإنشائي أو الإلكتروميكانيكال على المنشأ. يعني أنا يعني أحاول أقول لحضرتك إجابة السؤال. طيب ماشي، أنا هفتح لك مشروع إنشائي وأوري لحضرتك، تمام؟ ممكن نفتح مشروع من اللي هي المشاريع اللي جاية مع برنامج الريفت، هي مش تبعنا بس نشوفها بالمرة. سيمبلز، تمام. نختار، هقول له انا عايز الريفت بس، اختار الاستراكشر اوبن. لو انت عايز تشوف التأثير الانشائي، انت لو دوست في في ممكن تظهر كل حاجة، يعني لو دوست في في ممكن تظهر كل حاجة، فيبقى كل الشغل ظهر معاك. يعني ممكن تعمل لوحة تجميع يكون فيها كل الشغل، وده بنعمله ولازم بنعمله يعني اساسي، تمام؟ طيب لو انت عايز تعرف تأثير الإنشائي على المبنى، تمام؟ انا خاف الشغل الإنشائي، هظهره لك دلوقتي واوريه لك. هقول له اوبشن يوزر انترفيس، هعلم على الاستراكشر، اوكي تمام. هتلاقي الزرار ده ظهر عندك اناليتيك، قبل ما تدوس عليه او ممكن تدوس عليه مفيش اي مشكله خالص، انا هدخل هنا في الاناليتيك اللي احنا تجاهلناها تماما، تمام، واظهرهم كلهم كده. انا ظهرت الاناليتيك، الاناليتيك اللي هي تاثير الحاجات في الانشائي، تمام، اللي هي الاحمال نفسها هتبقى عامله ازاي. هاجي هنا اقول له ايه تمبورتي، تمام، يبقى انا شايف كل شغل الاحمال بتاعت الانشائي، بس حاجات دي مش خاصه بكارو ميكانيكال، دي خاصه بالانشائي تماما، يعني ما لهاش دعوه بالكورس بتاعنا، تمام. هو كل الشغل اصلا ظاهر، يعني لو دخلت بي في واظهرت كل حاجه كده كل الشغل ظاهر معاك. انت بقى بتبدا تخفي حاجات بحيث تخصص، يعني اقول له انا عايز اشوف التكييف لوحده، عايز اشوف الكهرباء لوحدها، عايز ابدا اعمل فلاتر، تمام. في ملف معماري موجود، يا ريت حضرتك تحملوه وتبدا تشغل شغل تكييف او كهرباء او بلامنج زي ما انت عايز، يعني الحاجة اللي هي اقرب لشغلك او اقرب لمجالك اعملها وارفعها لنا، بعتها لنا تاني، بحيث وانت شغالها تبدأ تظهر المشاكل وتبدأ تظهر الأسئلة ان شاء الله، تمام. طب حد عنده اي أسئلة في اللي فات او اي أسئلة يعني، ولا خلاص نستكفي بهذا القدر؟ جزاكم الله استاذ محمد. لو حد عنده اي سؤال بعد اذنكم، اي سؤال خاص بالريفت او خاص بكورس او الباي ام او اي حاجه. الريفت لو انت فتحت اي جورنال هتلاقي مطلوب جدا، يعني لو اي مهندس عايز يحسن دخله او عايز يروح مكان كويس او كده، الريفت مطلوب جامد. انا اعرف برامج مثلا منافسه للريفت او قويه او منهم برنامج مثلا زي ماجيك كات، انا كاتب فيه كتاب كامل، بس مش معروف، في برامج مش معروفه، انما الريفت معروف، بتروح تلاقي الشركه طالباه بالاسم،
تمام. وهتلاقي حتى في قطر والامارات والسعوديه وفي مصر بدا يبقى معروف وبدا يبقى مشهور وبدا يبقى مطلوب بالاسم. فنحاول نتعلمه. انت مش بتتعلم حاجه عشان التربيه، بتتعلم حاجه عشان ترزق بالحلال ان شاء الله. طيب يا باشمهندس أشرف، أظن يعني مفيش أسئلة، ف أسيب حضرتك بقى الميكروفون. يا باشمهندس أشرف ماهر، اتفضل يا باشمهندس.